مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقتنا من برنامج رياضه لهذا الاسبوع. اليوم اكيد راح نتكلم عن دورينا وعن النتائج اللي صارت في دورينا النتائج الغير يعني متوقعه وربما تكون متوقعه. ولكن اكيد انها كانت في مفاجات في هذا الاسبوع واكيد راح نتكلم عن مباريات انديتنا في دوري ابطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا أه تو ناخذ عناوين حلقتنا اليوم ومن بعدها نستقبل ضيوفنا ونبدأ الحوار دحيل ينفرد بالصدارة بفوزه على السد ومصلال في الوصافة بالفوز على الشحانية والشمال يظفر بثلاث نقاط أمام الخور الوكرة يفوز على الريان بثنائية والغرافة على قطر بثلاثة أهداف لهدف والعربي والأهلي حبايب الفيفا يمنح دولة قطر حق استضافه الادوار النهائيه ونهائي كاس القارات للانديه في الثامن عشر من ديسمبر القادم. كانت هذه عناوين حلقتنا مشاهدينا لهذا اليوم من برنامج رياضه، اليوم مثل ما قلنا راح يكون لنا حديث عن دورينا وعن الجولة الخامسة تحديداً من دورينا وكيد راح نتكلم عن أنديتنا اللي شاركت في دوري النخبة في دوري أبطال آسيا للنخبة وأيضاً عن دوري أبطال آسيا تولي شارك فيها نادي الوكرة قبل ما نأخذ تقرير الجولة الخامسة ونتكلم عن النتائج والمفاجآت اللي صارت فيها يعني هي مش مفاجآت ولكن في أندية انصدمت من النتيجه وفي انديه مبسوطه من النتيجه في انديه ما توقعت انها هي ما تاخذ ثلاث نقاط في هذه الجوله ولكن في الاخير الحلو في دورينا إن انك ما تعرف من اللي يفوز ومن اللي يخسر عادي يعني تلقى المتصدر يتعادل مع المركز قبل الاخير قبل الاخير يفوز على فالنتائج عندنا متقلبه خلوني ارحب بضيوفي قبل ما ناخذ التقرير كابتن خالد سلمان ابو محمد نرحب فيك عبد الله هلا والله فهد اسماعيل العمادي مدير التحرير في جريده الوطن ابو اسماعيل نرحب فيك مرحبا عبد الله وايضا الكابتن نبيل انور مدرب الشحانيه مدربنا الوطني مدرب معيذر معيذر عفوا الشحانيه سابقا المزروعي لا عاد الشحانيه سابقا اي أيوة وبعدين الخور والحين معيذر شوف تدري عاد خلنا اقول لك بلبل وخلاص يعني رجعنا 20 سنه اسمك وراح. الحلو على ايام المنتخب توكل على الله حاضرين كابتن نبيل لأنو... انور الراحه فيك خلونا نطلع بتقرير عن الجوله الخامسه تقرير الجوله الخامسه من دوري النجوم اريد نشوفه وياكم ونرجع لكم منافسات قوية شهدتها الجولة الخامسة من دوري نجوم أريد. ففي افتتاح مباريات الجولة حققت حيل الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على السد جاء بداية المباراة قوية وسنحت لدحيل فرصة إحراز هدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر ضربة جزاء أنقذها مشعل برشم حارس السد ونجح ألونجا في تصحيح خطأ إضاعة ركلة الجزاء وسجل هدف التقدم لدحيل في الدقيقة الرابعة عشرة قبل أن يضيف إدميلسون الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والعشرين وأضاف همام الأمين هدفا ثالثا لفريقه في الدقيقة الثالثة والثلاثين وعاد إدميلسون وسجل الهدف الثاني له والرابع للحيل لتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الحادية والأربعين وقبل انتهاء شوط المباراة الأول نجح السد في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الوحيد له وكان شوط المباراة الثاني أكثر قوة وإثارة ونجحت حيل في إحراز هدفه الخامس في الدقيقة السابعة والخمسين عن طريق المعز علي اعتقد اليوم الفريق قدم روح جدا كبيره وجباره في هذا في هذا الموسم ما اقول في هذه المباراه في هذا الموسم الكل حسب المسؤوليه الاصرار العزيمه اللعيبه الجدد اذا الجد دخلوا عندنا ما احنا ما ننتظر لازم تعطينا روح لازم تركض لازم تعطينا 100% وهذا الشيء اللي قاعد نجني ثماره في هذا الموسم ان شاء الله لا اداء ولا نتيجه لكن ان شاء الله امامنا مشوار طويل في الدوري نحاول نصحح اخطائنا ان شاء الله نظهر المستوى المطلوب أما أم صلال فقد واصل سلسلة انتصاراته بعدما حقق الفوز على الشحنية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين قص الشحنية شريط أهداف المواجهة بهدف عبر الحسن كوروما في الدقيقة الثامنة عشرة ونجح أم صلال في تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم أنطونيو منسي في الدقيقة الثامنة والثلاثين ومع نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للشحنية سجلها بنجاح الهولندي بيتروس أمرس فورت. وفي الشوط الثاني استطاع أم صلال العودة وإدراك التعادل في الدقيقة الثامنة والخمسين عبر فيكتور لكحل وواصل أم صلال هجماته وسجل الهدف الثالث عبر أنطونيو منسي في الدقيقة السادسة والستين فيما وقع أسامة طنان على رابع أهداف صقور برزان في الدقيقة الخامسة والسبعين أول شيء الحمد لله بكل أمانة المباراة كانت كثير كبيرة جدا صراحة بالنسبة لنا ثلاث نقاط كانت غالية بتعطينا مك... ترتيب جيد جدا في مشوارنا في قسم الأول في الدوري الشوط الأول كان صعب بكل أمانة مع تغيير طريقة اللعب الشوط الثاني توفقنا بهجمات اللي حصلناها وسجلنا فيها أهداف أعتقد أننا نستاهل هذه الثلاث نقاط مباراة قوية الرتم نزل في الشوط الثاني ومصلاة داشين الشوط الثاني بقوه واستغلوا فرصهم وفازوا يعني مبروك لهم وفي مواجهة أخرى حسم الشمال مواجهته مع الخور لصالحه بهدفين مقابل هدف شهدت الدقيقة الثامنة عشرة تسجيل الهدف الأول للشمال عن طريق بغداد بنجاح فيما تمكن الخور من إدراك التعادل عبر ركلة جزاء سجلها بنجاح سفيان هني في الدقيقة السابعة والعشرين وفي الدقيقة الثامنة والسبعين أحرز محمد عمر هدف الفوز للشمال أما نادي الوكرة فقد استعاد نغمة الانتصارات بتغلبه على ريان بهدفين دون رد باغت الوكرة غريمه بهجمة سريعة في الدقيقة السابعة أسفرت عن هدف التقدم عن طريق جيلسون دالا فيما استغل ريكاردو جوميز عرضية عبد الكريم حسن مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين فيما حافظ حارس مرمى الوكرة على نظافة شباكه حتى نهاية المواجهة الحمد لله يعني فوز مهم عن طريق الريان، الريان فريق كبير وقدرنا نحصد منهم من ثلاث نقاط وان شاء الله الوكره راح يرجع ينافس على الدوري من اول وجديد زي ما بيحكوها الاسد يمرض ولا يموت. بدوره حقق الغرافه الفوز على نادي قطر بثلاثه اهداف مقابل هدف. دانت الافضليه لنادي الغرافه في الدقيقه العاشره بهدف حمل توقيع احمد الجانحي واضاف ياسين براهيمي ثاني اهداف فريقه من ضربه جزاء في الدقيقه الثلاثين. فيما جاء هدف تقليص الفارق للقطروي بواسطة سباستيان سوريا في الدقيقة الحادية والأربعين وشهدت الدقيقة الثانية والأربعين تسجيل الغرافة لهدفه الثالث عن طريق الإسباني خوسيلو التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها نتيجة مواجهة الأهلي والعربي في ختام مباريات الجولة جاءت المبادرة من جانب الأهلي في الدقيقة التاسعة عبر ركلة جزاء سجلها بنجاح عمر سيكو وتواصلت الإثارة وتدخلت تقنية حكم الفيديو في الدقيقة الثامنة والثلاثين عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح العربي ليعادل أحمد علاء النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين ثم عزز علاء تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة الخامسة والستين حاول الأهلي العودة في النتيجة حتى تمكن يوليان دراكسلر من تعديل النتيجة للعميد في الدقيقة السادسة والسبعين قبل أن ينجح في التقدم بهدف ثالث في نهاية الوقت الأصلي للمباراة وعندما كانت المباراة تقترب من الحسم لصالح الأهلي تمكن يوسف لمساكني من إدراك التعادل للعربي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي تعادل أنا أشوفه بطعم الخسارة لأن كنا ممكن أقرب للفوز كل الحمد لله على كل حال يعني الواحد يطلع بنقطة أحسن من ولا شيء أبغى أشكر اللعيبة على المجهود الطيب اللي قدموه إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله كان هذا تقرير الجولة الخامسة من دورينا دوري نجوم اريد ومثل ما قلنا هذه الجولة يعني جولة عاصفة كانت نوعا ما حلوة لبعض الاندية اكيد ولكن اكيد لبعض الاندية لا كانت جولة للنسيان. خلوني ابدا الحديث مع ضيوفي كابتن خالد سلمان راح ابدا معاك الحديث عن الجولة الخامسة يمكن الكل يعني مركز على مباراة السد ودحيل وان السد خسر بخمسة امام دحيل ولكن ترى الريان خسر ايضا في هذه الجولة ونتيجة ايضا يعني خسارة غير متوقعة للريان وهما الفريقين يشاركون في اسيا للنخبة يعني العربي والاهلي الاهلي ايضا كان يعني نوعا ما يحلم انه هو يواصل ملاحقه الادحيل لكن ايضا النتيجه كانت يعني مو بجيده بالنسبه له خاصه ان العربي عادل النتيجه في الوقت الاخير يمكن الغرافه هو الفريق الوحيد اللي طلع من هذه الجوله هو نوعا ما مبسوط مع عوده ياسين بالضبط صحيح ابو عبد الله الكل النظر الكلام هذا كله اللي يدور اليوم في سواء كان في الإعلام مقرون مسموع والمرئي مباراة السد وتحيل ما آه. الباقيين دول أوكي نتائجهم منطقية ترى وتصير مو بما تصير بس السد بعد عودة من نادي المباراة في دوري الأبطال مع نادي العين الجميع تعشم بشيء بمباراة كبيرة راح تكون يعني احنا نطلق عليها قمة القمم في 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 موسمنا لما يتقابلون لكن المباراة اظهرت بالنسبة للسد بشكل هزيل جدا من ناحية المستوى الفني. ليش كابتن؟ شوف ابو عبد الله احنا دائما لما تكون النتائج عكسية نقول مدرب صح؟ ولما نقول مدرب لازم نحط آآ آآ ليش احنا حملنا المسؤولية المدرب؟ أي مباراة بتلعبها لازم تكون لك قراءة للفريق المنافس. على نقاط القوة، نقاط الضعف، كيف طريقة اللعب اللي تلعبها، من التشكيل المناسب اللي تلعبه، وبعدين تكون لعبة المدربين ما بين الشوطين. لكن ما حدث في مباراة الست مدرب يشيل النتيجة بأكملها هو. سببها الخطأ في بداية التشكيل وما راح اسمي اسمها وسببها الاختيار كذلك بالنسبة للمحترفين يعني أنت لما تشيل جيرمي غيرمي محطة مش من الصعب تعويضها من أفضل اللعيبة الموجودين في خط الوسط كلاعبين المحترفين في وسط الملعب أنا أتكلم على لاعب دفاعي ولاعب ممكن مكمل ويلعب بالثمانية كي يكون كصانع العاب هاي واحدة مباراة أنت تعمل تشكيل وتعرف أرجع حق مباراة تحيل السد وأنت تعرف نقاط القوة الموجوده في دحيل يفترض تعرفها ومن اقوى المناطق الموجوده بالنسبه لدحيل هي الجهه اليسرى لان الجهه الفعاله اللي تسجل طيب اللي هو بعوده التوظيف التوظيف ما كان صحيح لا خطا فالجهه خطر. اليمنى قصدك في ايه جهه اليمنى السد يسرى دحيل فاهم يعني خل, خل نكون اكثر يعني وضوح حق المشاهدين اللي يشوفونا يعني اليزيدي ما كان المفروض يلعب مش فيها اليوم زيدي. ها؟ لا 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 اول شيء لان شي. لان اليزيدي خل... صار عليه عتب ولوم كبير بعد لا لا عتب مش على اليزيدي الكل يروح حق اليزيدي هو مش اليزيدي هو اللي جالس برا ما قاعد يعالج الخطا اللي جالس برا ما قاعد يعالج كيف الخطا كيف يعني عرف يعني الكل احنا قبل بدايه المباراه اول شيء اول شيء اشراك اليزيدي في الجهه اليمنى ما في مشكله في إشراكه اوكي آه هاي حلو هاي جواب طيب بعدين اثناء المباراه قصدك ما كان في تدخل من لا ما في تدخل ليش؟ لانه هو كان اليزيدي في تواجده في الجهه اليمنى كان ادملسون عنده وكان همام يجي له وجوفاني ما يرجع وياه فاليزيدي كانوا يجون اثنين ما يجي واحد والاثنين اثنينهم اول شيء فيهم سرعه وقوه تكلم على همام دائما اذا اذا يجي من الجهه اليسرى كذلك واحد مهاري مهاري بقيمه ادملسون والدليل الجولين اللي سجلهم هي مش اليزيدي العله يعني الخطا الكبير في اللي جالس برا يشوف ونطر نطر نطر ليه ما خلاص انت تطلع في مباراه في الشوط الاول بنتيجه اربعه انتهت المباراه انت تلعب امام دحيل ما تلعب امام فريق ثاني طيب يعني يعني سانشيز هذا المدرب الخبير بالشؤون فليكس. القطريه نعم. آه مع منتخبنا مع اللاعبين آه احرز كاس اسيا شارك في كاس العالم يعني معقوله في الاخير ما يقدر يعني لما يشوف مثل ما قال كابتن خالد سلمان لما يشوف في خلل في جهه اليمين في نادي السد ما عنده اي يعني حلول انه هو يتدخل ويحل المشكله ولا في هاللحظه اعتقد راشد الفاص طاح في الراس يعني خلاص السد سلم المباراه للتحيل وتحيل عرف من اين تؤكل الكتف في هذه المباراه لعب على نقاط ضعف السد وحسمها من الشوط الاول لكن الخلل راشد اذا جينا نتكلم من البدايه يعني وجود المدرب في وقت متاخر، التعاقد معه ما كان معاهم في اتوقع في المعسكر، اختيارات المحترفين لا, مب... لا حقهم في المعسكر هو يعني في فتره يعني... اخيره أوكي. يعني لحق آه. الفريق، اختيارات المحترفين، امور كثيره، اذا بنتكلم بشكل شوي يعني اعمق، انا اقول لك الموسم الحالي انا بالنسبه لي هو من أسوأ المواسم على مستوى التعاقدات والتاخير امور في فوضى فنيه قاعده تصير في اغلب الانديه يعني اكثر الانديه اليوم قاعدين من مدربينهم. النتائج سيئه سواء السد العربي استغنى <applause> عن مدربه الريان هناك ايضا هجوم على المدربة. يعني اغلب الانديه تشعر انه في 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 فوضى لان ما في استقرار من البدايه. الانديه المستقره قاعده تقدم نتائج مقبوله يعني تحيل مثلا زين العربي مستقر؟ اذا تكلم عن الاستقرار فهد العربي مستقر العربي مستقر, العربي مستقر, مستقر الريان لكن مستقر شوف الريان لا الريان جاهم جاه مدرب العربي استغنى أه عن المدربة لا انا اقصد أنه قبل ما يستغني بس بس إذا, بس اذا رجعنا للنتائج السابقه الموسم الماضي وربطناه بالموسم الحالي في تراجع كبير للعربي فبشكل عام بس على اساس ما نطلع مباراة السد اعتقد السد يعني تحيل يعني ماشي بشكل صراحة بسرعة البرق نحو اللقب يعني اليوم أنت أبعدت الريان عن طريقك أبعدت السد هذول المنافسين مباشرين لك المفروض فالفارق النقاط الآن أصبح كبير بين التحير والأهلي ممكن تصير عودة في المباراة الجاية لبعض الأندية لكن أعتقد تحيل بهالمستوى وعودة أدملسون أيضا لمستوى المعروف اليوم هو ينافس الهدافين يعني في بعد اصابته وعودته اليوم سجل الان خمس اهداف فاعتقد تحيل يعني فريق جدا ثقيل ويذكرنا بتحيل اللي يعني من تقريبا عشر سنوات يمكن هالمستوى ما شفنا من تحيل يمكن في اخر ثلاث اربع سنوات ما شفنا هذا المستوى نبيل يعني انت مدرب واكيد انك يعني تعرف يعني اكثر وخفت هاي الامور والتجارب اكثر يعني معقوله يعني سا يعني فيليكس سانشيز مدرب السد ما عنده عنده كل الادوات في نادي السد يعني احسن المحترفين واحسن اللاعبين المحليين موجودين في نادي السد السد هو طالع من مباراه امام العين الاماراتي قدم مباراه جميله هناك في العين وتعادل بنقطه مع يعتبر العين بطل النسخه السابقه يعني حامل اللقب الانهيار اللي صار شيء مريب يعني قريب صراحه يعني اللي صار الانهيار امام دحيل يزعل يعني انا اتكلم اليوم بحرقه للسد جمهور السد شيء يقهر يعني انك انت تخسر بهذه الطريقه وخمس اهداف امام يعني منافسك المباشرة او اللي في السنوات الاخيره دائما يعني هو دحيل فتخسر بهذه النتيجه شيء صعب شباب عبد الله انا الخص كل اللي صار في مباراه السد والدحيل في شغله مهمه سانشيز ما احترم لتحيل لو نرجع قبل اسبوع او أربعة ايام سانشيز السد العبو ضد العين شفنا الواقعيه اللي لعب فيها سانشيز خاصه في الشوط الثاني كان يلعب بطريقه دفاعيه ويعتمد على التحولات بعد أربعة ايام يعني بذلت مجهود بدني كبير في مباراه العين بعد أربعة ايام عندك مباراه مع فريق ما يقل عن العين الاتحيل في الوقت الحالي انا تمنيت واتمنى ان التحيل بهذا الفريق يشارك فيه النخبه بعد هذا <applause> اقول لك لان فريق في الوقت <applause> يعني إحنا الحالي احنا يعني يوم كان دحيل في الاسيويه ما كان هذا مستوى ويوم ابتعد عن الاسيويه او غاب عن الاسيويه يعني احنا انديتنا صراحه صحيح. محيره يعني الغريب انه قبل اربع ايام انت لعبت مباراه ضد فريق العين فريق قوي وكنت محترم فريق العين ولعبت بواقعيه وكسبت نقطه مهمه خارج ارضك وايضا كسبت اداء الاداء كان احنا قبل اسبوع كنا نشيد في اداء وجي بعد اربع ايام تلعب ضد فريق الاتحيل اللي عنده العناصر في الناحيه الهجوميه ادميرسون الونجا المعز ومن خلفهم لويس البرتو افضل لاعب في الدوري افضل لاعب الان في الخمس جولات لويس البرتو هو اللي الفارق وتلعب طريقة يعني اربع لاعبين يلعبون من غير كره ما لهم ادوار اكرم الهيدوس جوفاني والمهاجم مخيا فلما تلعب ضد فريق مثل التحيل وعندك اربع لاعبين استرجاعهم للكره جدا ضعيف فاعتقد انا اشوف النتيجه بوجهه نظري كانت منطقيه في الشوط الاول لان التحيل في الفتره الحاليه في افضل حالاته وفريق فريش ما عنده مشاركات خارجيه وجاي حاط كل قوته في مباراه السد عكس السد اللي جاي لاعبينه جاي من مجهود بدني كبير كان من المفترض انك انت تحترم وتلعب بطريقه واقعيه مو مشكله العب ثلاثه ورا مهم عندي مشكله العب ثلاث وعندي اللاعبين يمكن يعملون الفارق في الناحيه الهجوميه ولكن العب اربعه يعني يعني الايمن يعني انت تلخص ان سانشيز ما احترم ما احترم ما عمل حساب كل امانه بالطريقه اللي لعب فيها انا ما احترامي هت... ما احترامي كبير للكابتن حسن الهيدوس يعني يعني تاريخه يعني... وهذا ايه معلش بس انت يعني اليوم سانشيز عقب هالخبره وعقب هالسنوات اللي قضاها في قطر وحافظ اللاعبين حفظها يعني اليوم نقول والله ما هو عارف دحيل وعارف لاعبين دحيل وعارف قوة دحيل ما أقطع حديث الكابتن نبيل إلا بالخير شوف المباراة اللي الجميع تحدث عنها مباراة العين كان منطقي مثل ما قال أخوي نبيل أنت لما تلعب وتفقد أنت أمام العين لعبت بخوخي بثلاثة في الخلف خوخي أصاب عندك خوخي مش موجود بمباراة دحيل بنفس الافراد والقوة. تلعب بالاربعة امام فريق صعب جدا في عملية التهديف، لانك من الصعب إن انك تغطي على واحد ولا اثنين، معز هداف، ادمنسون هداف، هداف، هدا. لويس هداف. إنزين وانت فقط يعني عنصر اساسي موجود بالنسبة لك بالنسبة للدفاع خوخي، يفترض الاحترام يتم في طريقة اللعب، ليش أنا قلت لك من البداية المدرب الناجح هو من يقرأ الخصم ويقرأ كيف يلعب أمامه بأي طريقة كانت ويعرف كيف يضع الأفراد اللعيبة المناسبة لهذه سانشيز هاي كلها نساها وما بين الشوطين نسى حتى التغيير ما بين الشوطين تخيل نزل اللاعب المحترف أنا بس ناسي اسمه مكان رافة راس الحربه اللي هو هدافه رقم خمسه. نزل جونزاليس. جونزاليس. شنو جونزاليس يلعب تسعه ونص. هم هم بيلعبوا بيلعبون مع بعض؟ ما يلعبون. في... لا. في... كانوا يلعبون البرتغال. في البرتغال, البرتغال كانوا كان يلعبون مع بعض. حط على دكه احتياط في مباراه مهمه مثل هذه المباراه. ومخلي الكابتن حسن الهدوس اللي, اللي هو يكون تسعه ونص. يكون تحت المهاجم. شل رافا هدافه اللي صاحب الخمس اهداف ونزل جونزاليس فضاعت العمليه ضاعت عنده هذا دليل ضيعانه وتوهاله من الملعب حتى في التغييرات لهذا الاساس انت اليوم لما تتكلم على مدرب زين انا عندي لك سؤال ابو محمد معلش يعني انا لو سالتك عقب مباراه العين بتقول لي مدرب زين في في, في الاختيار اللي تم بالنسبه زين لطريقه اللعب اي انا مع العين ايه احنا مع العين شكليا كنا جيدين في من الناحية الدفاعية بشكل جدا ممتاز كنا موجودين. لكن من الناحية الهجومية ترى العين كان اخطر منا في المباراة. خلونا نكون منطقيين في العملية، احنا اوكي سجلنا الهدف المباراة كانت موجودة ويانا لأن عادوا للمباراة، المباراة كانت سجال, سجال لان احنا كنا منظمين في ارض الملعب. لكن لما تحط كمارة مع مع اوريبي في وسط ملعب والاثنين ما حد فيهم قادر يوصل كرة للمهاجمين قادر يلعب في وسط الملعب من الناحية الدفاعية لعيبة محترفين على مستوى عالي يعني في بعض الأحيان ترى أبو عبد الله احنا لعبنا في الملعب ونعرف الملعب ياما من اللحظات أنت تقرأ المباراة وأنت في الملعب اللاعب الجيد هو من يقرا المباراه في ارض الملعب، مدرب قاب يقدر هو يعني كمحترفين هم يعرفون خلاص الجهه اليسرى صارت جهه خطره على السد. اروح اميل عليها متى هذا الكلام صار بعد ما تسجل فينا الهدف الثالث ولا الهدف الثاني رجع كومارا انه يساعد عبد الله اليزيدي وهي الكوره بعد كذلك ادملسون حاوره وسجل من عند الجول العمليه المهمه بالنسبه اللي صارت بالنسبه لتحيل ابو عبد الله خلينا نذكرها بشكل عام اضافه لاعب اقطري محترف لهم ادملسون عمليه جدا ممتازه تعطي بدل القوة قوة صارت بالنسبة لدحيل على كل دحيل كان في مباراتنا ناقص محترف ناقص دياله ما يلعب دريت عنه انه ناقص ما دريت بعد ناقص وخمسة اي 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 دياله ما حد دياله موقوف لعب المحور اللي يلعب موقوف لعب كريم بالضيافة اساسي هو عادة يلعب بنيامين ويلعب مع دالة ويلعب قدامه لويس احسك انت تقولها وانت يعني كانك تشمت ما بتشمت ها تقول يلعب وهو ناقص ويلعب ما ادري ايش إيه إيه و... لا لا انا يعني تلع... انت حمستانس ولا لا لا عبد الله <applause> انا اقول لك الان دحيل زاد على قوته قوه ان ان صار دملسون لاعب المحترف اليوم قطري ويبت لاعب زياده لاعب محترف فالعمليه مع دحيل صعبه اليوم تلعب ضد دحيل دحيل صعب زين انت مبسوط ولا زعلان؟ من على النتيجه ايه؟ اكيد مبسوط <applause> خالد بقول لك ليش مبسوط ل... بقول لك ليش ايه ليش لان لما تدري بالخطا مالك وتعالجه بتروح صح الان الخطا مالنا واضح خطا الزعيم انا مجروح من داخلي لكن خطا الزعيم واضح بس هل بيعالج المدرب لحظه لحظه لا الخطا قصدك الخطا يعني على إدارة, اداره لا خطا فني من المدرب المباراه دي شايلها المدرب كامله 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 بنتيجتها طريقه لعبه وبقراءته في ارض الملعب طيب ااا أه... ليش تضحك؟ تعور الخمسه <applause> ايه لان احنا احنا كنا فرحانين يوم خيبناها في العربي لكن لما رجعت علينا تضايقنا <Willy> <تص> لا خالص لا لا, لا, لا هي كانت بس لحظه لحظه لا يتحول أه؟ بس لا لا انت تعورتوا تار... يا تار... بنت الخمسه خمسه و10 و7 تعب خمسه اوكي ابو محمد ترى يعني لا لا جرحني تعصب يعني. عليه يعني تدي طق تاريطق... لا 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 آه, آه... لعب وياي يعني كتف كب... اه. كتف كب... كف... كب... قانوني زين يعني احنا شفنا مو بوقته ح... مو بوقته اي اي احنا ترى محترين اه. ترى الحين حسينا فيكم ولا قبل مو حاسين زين لو سالتكم يعني يعني ايش يعني يعني الوضع في نادي السد مو يعني خساره مثل باقي مثل اي خساره ما يحتاج وراها مثلا قرار عاصف يعني. آه خلينا خلينا ابو عبد الله خلينا نتكلم بمنطقيه، السد خسران برتين في الدوري واحده تلو الثانيه وثمان اهداف في مرماه. ثلاثه من ام صلال وخمسه من آه هذه شيء تدري احنا العام انهينا الدوري كم هدف في مرمانا؟ 17 هدف، تدري الان احنا كم هدف في مرمانا؟ من صلال ثلاثة ومن الشمال اثنين ومن دحيل خمسة بعد من لعبنا وياه؟ 11 هدف على السد 11 هدف الان من خمس جولات وفي المقابل الموسم الماضي 17 هدف في مرمانا في موسم كامل سانشيز يصلح ولا ما يصلح؟ لا ما يصلح هاي, هاي هاي من انا قاعد انا قاعد اقول ليه ليه آآ آآ احنا كل الكلام رحت وعودت ورحت وعودت عطني من مساء أسئلة انا قاعد اقول لك جاوبني مباشر ما انا قلت لك قاعد اللي قاعد اقول انا قاعد قاعد اتكلم في شانس شانس سانشيز ولا شو انا انا ببالي كله في لوبيز على فكره زين بعد لوبيز لا خليك من لوبيز ما معنى فيليكس بضاعه علومك محمد أكبر خمسه زين يعني انت انا مش مع الاستمراريه مع فهد فهد شيدو السد عنده ادوات لكن يحتاج مدرب يوظف هذه الادوات لانه حاليا اذا جينا نشوف السد هو تركيبه المنتخب راشد شوف ما تعودنا من السد قرارات عاصفه مثل ما قلت لكن اعتقد انهم راح يصبرون على المدرب نعم. العام الماضي صارت العاصفه يا الكابتن وسام واخذ دوري ويا كابتن وسام واخذ كاس وهذه هذه من الاسباب اللي تخلي السد غير مستقر إيه بس العام لا. العام أنت بس فليكس يختلف. فليكس مدرب منتخب يا جماعه, يا جماعة ما. راح درب في الاكوادور, لا مدرب اللي في يدرب في الأكوادور, في الأكوادور لازم درب في كاس العالم لازم يكون انا اقول لك يعني ترى تو نبيل شو تقول؟ انت الحمد لا, لا لا خلنا نبيل شوي نعم. انا انا بيك لا لا بيك شوي. انت الان مباراه السد لما شفتها ومباراه الدحيل انت كمشاهد يعني كمشاهد كم وبعدين غير متعصب احنا خلنا متعصبين شوي ايش قلت وجهه نظرك ايه؟ حطني وجهه نظرك انت من أنت؟ حملت من حملت المسؤوليه لا انا الحين سؤالي انا اقول لك لا, لا 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 والله لانك بتروح له لا. بتروح له ما راح تروح لا بلي. لا, لا. انا الحين خلني بجاوبك هذه نبيل الحين لو راح بجاوبك. قال شيء ثاني الحين بجاوبك تصير مصيبه لا لا بجاوبك انا اقول لك ان انا اعتبر هذه الخساره ها. خساره في دوري لكن انا مب انا سالت قلت هل هذه الخساره يا ابو عبد الله يعني, يا يعني أبو ممكن يكون وراها قرار عاطفي الدوري خمس جولات ثلاث مباريات خسران ثلاث مباريات زين نبيل شو تقول؟ انا دائما مع الاستمراريه مش سانشيز اي مدرب مع, مع الاستقرار استقرار خاصه في يعني لما تكون في بدايه الموسم او وسط الموسم من البديل؟ خلينا نقول الحين مثلا ابو محمد مثل ما يتكلم ان رحيل سانشيز هو الحل من البديل في الوقت الحالي يا اخي ما يبنى وسام ما عليه هي تمشي معك هي تمشي من معاك. الناس يا اخي مش نادي السد نادي السد على مر السنين خل العام الماضي وسام في العراق احي وين يجيك؟ لا. لا ما انا اقول انت آه قصدك يعني مثال شخص آخر. يعني مثال اوكي في العام الماضي آه. كان موسم يعني استثنائي نقول السد السد على مر السنوات الماضيه ابو محمد عنده خبر اكثر مني في الموضوع كم مدرب مر؟ اقل نادي يجلب او يغير مدربين وسانشيز احنا الان من اسبوع كنا نشيد فيه في مباراه العين صحيح هو في الدوري يعني. يعاني ولكن ايضا السد انا اتكلم بالمنطق ادوات السد خاصة اللاعبين المحترفين بصراحه الموسم هذا عليهم علامه استفهام خل محمد يقول لي مثلا انا اتكلم عن الكماره م. اللي كنا ننتظره وكماره هل كماره بالمستوى المطلوب؟ لا جدا. عادي كورة ما يوصلها خمسة امتار صح؟ خمسة ايه. اي اذا نتكلم عن ال المها... صانع الالعاب اللي جاي الى الان ما لعب ولا بيه. لعب ثلاث مباريات وينزل الشوط الثاني ينزل الشوط الثاني يعني انت لاعب محترف جايبه اللي يعمل لك اضافه بالنسبه لك م. لثلاث مباريات الان ينزل احتياط ولا تشوفه في الملعب طبعا طيب في خط الدفاع مثل ما قال محمد اضعف خط دف... اضعف ثاني خط دفاع في الدوري الان بعد خمس جولات السد قطر عليه 15 هدف، السد وريان 11 هدف، هذه علامة استفهام كبيرة، حارس المنتخب عندك المدافعين الأربعة من المنتخب بالإضافة إلى أوتافيو. فالمشكلة موجودة في السد، أنا وجهة نظري في وسط الملعب، مش فقط في خط الدفاع. جليرمي إبعاده أو استبعاده عن الفريق في قائمة الدوري، نعم. أيضاً خطأ كبير. زين خلنا نروح على وسط الملعب. اسمح لي بس انا ادري الحلقه بتاخذ لانه هو, هو حديث الشارع. بس انا حديث الشارع انا بس يعني انت بس, بس, بس لا بس انت تتكلم, عن كمارة. بقى بقى أنت تتكلم عن كماره انت تتكلم عن كماره كماره لاعب جيد خالد انا ما اقدر اقول لاعب سيء بس لما شفته في مباراه شفته مبارتين أوكي. مباراه العين ومباراه الدحيل ومباراه, ومباراة دحيل. العين كان جيد بس كان إز... موقوف فتره طويله بعد ابو محمد لا, لا, لا مباراة. يعني مباراة. انت انت ابو محمد لما ماخذ احسن لاعب في خالد في المباراه كمارا او كابتن نبيل كمارا كابتن نبيل ايضا يعني تحدث عن كمارا انت حكمت عليه من مباراتين ايه طيب ما ما لحظة ما دقيقة. ما احنا لحظه نتكلم عن احنا حديثنا حديثنا هذا إيه؟ عن اي مباراه؟ تحيل خلاص انا اتكلم عن مباراه التحيل هل في مباراه التحيل بغض النظر انه لاعب هن... العين له لا. له لعب مع العين لا هو لاعب مع العين كان زين احنا حديثنا عن مباراه التحيل اوكي انا وجهه نظري أسوأ لاعب في السد كان كماره لا هو اللي لا هو اللي كان يعمل لا اللي يقطع ولا يسلم ولا هو اللي كان يسلم ميزه السد في السنوات الاخيره بصراحه وجود جليرمي في وسط الملعب صحيح جليرمي لاعب جدا مهم هو اللي يربط بين الوسط والدفاع له ادوار دفاعيه وادوار هجوميه جليرمي <applause> موجود اسيويا فقط <applause> بس اسيويا ايش آه... كنت تبي تقول؟ لاني بروح على المباراه الثانيه ط... انت اليوم حلقتك لازم هذه لأن الحين الترند بتضرب بهذه. سد ودحيل. إيه المباريات الثانية من نتائج منطقية ترى تحدث. طيب أنا والله ذكرتني خليتني راح أبقى فيها بس مع فهد. عندنا إحنا بيان بيان نادي السد معترض على جريدة الراية أو محتج على جريدة الراية وممتعظ نادي السد وجمهوره من مانشيت طلع في جريدة الراية وعلى ضوء نادي السد أصدر بيان حقيقة يتحدث فيه عن هذا الأمر وتكلم قال أن إدارة السد تحترم وتقدر جميع الانتقادات ولكن وأيضا وسائل الإعلام لكن لا يمكن لإدارة النادي أن تتغاضى أو تسمح بالإساءة لجمهور السد همزا أو لمزا طبعا البيان يتحدث عن جريدة الراية وعن المانشيت اللي طلعت فيه جريدة الراية المانشيت كان عبارة عن صورة أو صورة كانت موجودة خبر نازل أن المعز وادمينسون المعز يطردان جمهور السيد أيوة هذا هو يعني يعني أحس أنه شوي فيها يعني يطردان يمكن فهد انت اكثر مني انت الصحفي مخضرم يعني يعني يمكن مب... مو مش مناسبه يعني شوف انا ما اقدر اعلق تعليق مباشر على اه انت يعني عشان الوطن والرايح والرايح يعني الموضوع يعني شوي لا بس انا اتكلم يعني امانه يعني كلمه يطردان يمكن ما بحلوه يعني في حق جمهور كبير بحجم نادي السد احيانا راشد يصير عدم توفيق يعني في اختيار بعض الـ الكلمات كلنا يعني احنا معرضين حق هالشيء حتى احنا في الوطن او حتى الجرائد الزميله الاخرى لكن انا اشوف صراحه الخبر هذا او العنوان اعطى مخرج حلو لاداره نادي السد يمتص غضب الجمهور وتوجه البوصله لجهه اخرى فيها تكتيك حتى لو كان يعني غير مدروس او مش ممنهج التكتيك البيان انا اتكلم عنه لكن جاء في وقته حتى انه يمتص غضب الجمهور اللي اللي خلال يمكن ال... اليومين اللي راحوا شوف غضب جمهور كبير على اداره نادي السد الان تحول و... و... تحولت على ال... الرايه على الرايه <تصفيق> 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 ف... الله... الله يعينك يا ابو طالب صراحه نمسي عليه بالخير اخونا عبد الله طالب المري رئيس تحرير جريده الرايه فيعني ترى يعني شوي جزء من الغضب اتجه على الجريده وخلوا الفريق بس نرجع نقول ان من حقهم يزعلون يعني من يعني الوصفه والعباره يعني وانا متاكد ان الجريده ما تقصد يعني يمكن حتى الصحفي اللي كتب الخبر يعني كان هذه المصطلحات تستخدم في المستطيل يعني الاخضر لكن يمكن هو شوي استخدامها مع الجمهور ومن حق الجمهور أن يزال وأعتقد أن جريدة بحجم الراية أيضا ما راح تترك الموضوع يعني مع خاصة مع نادي كبير مثل نادي السد وجمهور كبير أيضا مثل جمهور نادي السد ويعني جريدة الراية يعني ناس يعرفون الأصول إن شاء الله بيكون هناك في كلام طيب لجمهور السد وجمهور السد يستحق يعني جمهور الزعيم يعني وهذه كبوه يعني صحيح احنا شفنا منظر الجمهور وهو يطلع لكن ها انا انا متاكد انها يعني كبوه والسد راح يرجع يعني يرجع للدوري وانا اختلف حقيقه انه يقول لك خلاص الدوري وسلم ودحيله يعني لا 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 الدوري, ايه الدوري يعني ترى والله ما تعرف يعني من كان يقول ان السد يبدا البدايه ترى ما تعرف دحيل يتاثر بلاعب ما نتمنى ما نتمنى ولكن احنا نقول في عالم كره القدم تصير تصير ترى يعني ممكن ان بس السد بس يرجع العربي يرجع عفوا الريان ليش يوم قلت العربي قلت عفوا لا يعني العربي كم نقطه فهد بعد ممكن يرجع ترى الفرق بين العربي والسد ثلاث نقاط برا بس مباراه يعني واحده مباراه واحده لا بس انت تتكلم يعني عن استعداد السد اكبر منها يعني انا اتكلم شوف في شوف الاخير هم ناديين كبار يعني بس انا اقصد لك ان السد دائما يبحث عن شوف وجود السد في هالمركز امر غير صحي صراحه اكيد يعني حتى وجود الريان في هالمركز والعربي صراحه مراكز متاخره ظاهره غير صحيه، حلو ان تشوف فرق جديده في تنافس في الدوري نفس الاهلي اليوم في المركز الثاني ومصار دخل المربع لكن هي الاستمراريه اهم شيء طيب لحظة آه. أبو بع... عبد الله لحظة آه. احنا دائما ما نطالب بالجماهير وين ما كانت سواء كان المنتخب او سواء ان كان اندية كاعلام مقروء ومرئي ومسموع دائما ما نطالب فيها يبدا اليوم لو اي صحفي كتب في جريدته الجريدة عادة تمرر على 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 ناس تطالع ال... الكلام وممكن تنقح بعض بعض الكلمات اذا ما كانت جيده صح ما تمر مرور الكرام. يعني اليوم الجماهير خط احمر لا يمس الا الجماهير التي اللي... لا تحضر الى انديتها لان وما تساند كي... الكيان اللي تحبه هذه نقدر احنا نتكلم وياها. لكن جماهير تحضر اليوم تنور الملعب. توجه كلمه زي ممكن ممكن اليوم احنا فهمناها بشكل ان ان ادملسون والمعز طرد جماهير السد بالاهداف اللي سجلها صح؟ بالضبط بس ممكن جماهير اخرى تنظر لها نظره اخرى ان طردها قال لهم يلا طلعوا برا لا يعني ممكن وتحامل الجماهير مح على, على هذه لا, يعني لا, لا, بشكل عام ايه؟ انا اتكلم لكن لا لا يجوز لا هاي لازم لازم تكون وقفه واشكر اداره نادي السد اللي عملت الوقفه لان احنا دائما ادارتنا تعدي الادارات الانديه الاخرى تعدي الامور وهذه امور لا تعد ما تتعدى يجب ان تكون هناك في وقفه فيها صارمه في, في 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 هذه الامور لان احنا الجماهير اليوم نطالب فيها واليوم جماهيرنا الحمد لله يعني انت يعني ما تعتبر كمنا. هذا من ضمن النقد لا لا هاي هذا مش تجريح. لا, لا لا تجريح تجريح تطرد كلمه كبيره مو بسهله هدف هدف ادملسون هدف المعز انهى المباراه اوكي حلو تنتهي لكن تطرد تطرد ما يجوز وبعدين هاي الزعيم يعني مو باي نادي يعني قول له هاي الكلمة توجهها له بس أحيانا يصير بعد أنه حتى في بعض مثلا اللقاءات أو يعني نقاش ممكن بعض يعني البعض ممكن يصير حتى لأحد الأندية يعني حتى حتى في الكلام أحيانا ممكن نقط قطات أو تطلع بعض المصطلحات ضد الأندية شوف أنا أقول لك محمد في الأخير هو في عم في إثارة صارت نعم وفي رد في فعل وفي ردة فعل لكن انا متاكد ان الاخوان في جريده الرأي ما يقصدون الاساءه لجمهور السد، يمكن المصطلح يمكن كان غير تطرت. اي كان غير تطرت. موفق صحيح. لكن انا متاكد ان ما يقصدون الاساءه لجمهور السد اكيد اكيد <applause> يعني في الاخير يعني جريده الرأي ايضا فهد لو مرت عليك هاي تخليها؟ تعدي لا. عندك تطرد؟ لا صراحه اوكي شكرا الله. بس بعد انت كذي تحرج فهد يعني انا ما احرج انا قاعد اسال لا اذا لا مرت علي انا مثلا في الوطن ما يرضى ما يرضى ما يا اخي منطق هذه ما ترضى ما انت ما تبي تعمل الترند على, على حساب على حساب على حساب نادي كبير الزعيم اي وجمهور الزعيم مو مو اي واحد أي محطه من الارقام خمسة سوت شغل محطه من الارقام إيه احنا حاسين فيه فهد انا حاس فيه ترى لان حس لان الان حسيت فيها انا يعني فهد ترى صار لها فتره حاس فيها هو للحين تطبخ احنا خلنا امس واليوم توا طيب آه طارق سلمان نجمنا بعد المباراه الكابتن طارق سلمان تحدث بعد الخساره بخمس اهداف تحدث عن الخساره وتحدث عن بعض الاسباب وتحدث عن بعض المطالبات خلنا نسمع طارق ايش قال في هذا التصريح ونرجع لكم. قرار قرار رجع للاتحاد القطري يعني اتمنى ان يعدلون القانون انه يصير في كل مباراه نقدر نبدل بين السبع محترفين اتوقع هالشيء بيفيد الانديه في في دوري الابطال وفي الدوري لان للاسف اللاعبين يوصلون دوري الابطال ما يكونون جاهزين حتى اقرب مثال المباراه اللي طافت لاعبين اثنين لاعبين المحترفين جاهم شد على الدقيقه 60 و70 وهالشيء لان في ف... في فاصلة في فرق كبير بين مباراة الشامبيونز ليج اسبوعين تقريبا بدون مباريات شيء كبير على اللاعبين يعني او شيء او مسافة كبيرة فهالشيء شيء ياثر عليهم لكن ان شاء الله أن الاتحاد يعدل القانون واتوقع الكل مستفيد يعني الاندية الثلاثة المشاركة في او الاربعة عفوا مع الوكرة أه بتستفيد والاندية الثانية اتوقع المفروض انها ما عندها مشكلة لان هاي في, في مصلحة الكرة القطرية بشكل عام خالد ااا أه بس كل واحد طلع قاعدين نرد على الجماهير نقول لهم نقول لهم معلش أنت خلاص احنا نتكلم عنكم جماهير السد قاعد تكتب لي بيض الله وجهك بيض الله قلت الجميع ترى وياكم خلاص بيض الله وجهك بيض الله وجهك وجهك ابيض ان شاء الله زين طارق سلمان احنا خليتنا نسمع طارق اه انا عشان كذي <applause> آه اقول لك قال لك قال لك نبيل ما نسمع خلنا نسمع سو... السؤال أت... خلي اعيده لا ما نعيده شو قال أيوة انا انا بالعماله الحين م... قاعد لا لان من اول ما طلعنا سيده قعدت ترد على المسجات والرسائل اللي جاتك صحيح زين انا, أنا شوف... بك تعلق على تصريح أبي... كذا طارق سلمان واحد. انا انا جماهير السد بالنسبه لي خط احمر ما حد يقربه واللي بيقربه انا واحد ثوري وياه <applause> هدي و... زين اوكي، طارق و... سلمان والله العظيم ما سمعته زين بس اكيد مر عليك تصريحه. طالب ان المحترفين كلهم يتسجلون في في القائمة. ما يجوز. وأن لحظة عاد خلينا. ما يجوز خلاص. يا, يا اخي خلص. هو, هو ما يجوز. زين خ... انت الحين تقول ما يجوز هو يطالب يطالب. ما يجوز. ما يجوز ما يجوز انزين ف... وش ذنب الاندية الاخرى؟ وش تظلم الاندية الثانية؟ يا بعض الله يهداك ابو عبد الله بعد انت تكلم في شيء ما ما يجوز تسمح للانديه الاخرى تيجي مش منطقي لعبة. الكلام يعني ما تقدر بكره بكره انا مثلا عندي تسع محترفين يكون عندي اصابات عندي لاعبين اثنين يعوضون غياب المحترفين تخيل عكس أنت... النادي الثاني اللي عنده فقط سبع ويتعور عنده لاعب او لاعبين ويجي يلعب حين ناقص الحين انا خلني بس اوصل الفكره ما راح اخليك لانه ما يجوز يعني انت اليوم لما يعني الحين يصح... الريان عنده مثلا 11 عشر محترف، لا لا مثلا عنده 11 محترف، صح؟ فهد تصحح إيه؟ لي؟ عنده ها يا شباب؟ اي عنده 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 صح؟ ها؟ صح زين، الساد عنده مثلا تسعة تسعة ايه غرافة آه تسعة مثلا إنزين حتى الاندية الثانية اللي بتجيب مثلا دحيل مثل آه آه. لحظة عد لحظة بجيك لا لا انت كذي غيرت النظام مالك مال دوريك لا 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 بدل لا يكون خمسه محترفين انت زيدت العدد لا لا, انت لا, لا 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 هو يقول ان الكل يتسجل وبعدين أوكي. تعمل مداوره بينهم يعني انت الحين مسجل بس افهمني ارجوك زين ما قلت هو 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 يقول سجل التسعه أه. لما يجي في مباراه دحيل يبي قليرمي هو يلعب يلعب اليوم هو ما انحرم من جاليرمي صحيح طيب هو يقول لك سجل التسعه ولعب خمسه او لعب سبعه 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 اثنين تحت السن اثنين تحت السن يقول لك سجل تسعه ولعب سبعه لكن انت الان تجبرني السبعه اللي انا مسجلهم هم اللي انا لعبهم لان انت تجابر الانديه الثانيه غير السد والريان والغرافه الانديه الثانيه انت في السبعه فقط ليش تميز السد والريان والغرافه؟ لا لا اكيد هو يطالب حق كل الانديه يا ممتاز نبيل. هل معقول الاتحاد الاقطري أه. بيعطي أحيح... ثلاث انديه؟ وهل معقول الانديه تروح تجيب لاعبين محترفين بس ما تسع محترفين عشان في كل مباراه تدفعون في مبالغ وانك في كل مباراه اقعد اثنين برا؟ ليش؟ ما راح ما راح تكون في زياده في الاعداد المحترفين ادفع في مبالغ عقد وقيمه عشان اقعد كل مباراه اثنين منهم برا لا استفيد منهم كلهم يا بلاش الحين ابو الله اذا يعني, يعني 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 انت قصدك نبيل ان تسمح بسبعه تجيب سبعه صحيح تسمح بتسعه تجيب التسعه صحيح مش مثلا والله انت سامح بسبعه وجايب 11 وتقول لي والله بسجل 11 هذا قصدك صحيح يعني. الحين ابو الله هاي العمليه كلها استثنت السنه هذه ليش؟ 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 لان المنافسه في دوري الابطال منتهيه للسعوديه كانت كانت انا اتكلم فافتحوا لك المجال هنا عملوا في مجال المحترفين الزياده لدوري الابطال أي. ليكون عندك عدد المشاركين نفس المشاركين في الدول الاخرى وعددها اوكي يشارك عندك في الملعب بس الان الانديه شافت عيبتها تعور ما تلعب ما تلعب. بس تمرين ومباراه تجي ما تقدر تلعب الا اذا كانت بطوله مثلا مثل كاس قطر تقدر تلعبه ترى تلع. او كاس كيو سيل إيه هذه تقدر تلعبه احنا ما عندنا كاس قطر زين فمثل دل ما مثل مثل تفقد نجم بقيمه عطال هذا لاعب صح هذا يكحل عينك صحيح ما يقدر مش مسجل صوت في... واحد طاح مش مسجل في في الدوري العطال زين لا. زين. لا. زين الحين الحين شو الحل؟ الحين انت تبي تفتح تفتح معناته تزيد عدد المحترفين عندك في دوريك قرار يظهر الان فوري انزين بزياده عدد المحترفين لجميع الانديه وترفع السقف مال المحترفين بس بس ابو محمد حسب علمي اليوم انا كنت في نقاش مع احد المسؤولين في الاتحاد على هامش القرعه نعم. قال سالته حرفيا هل في نيه لزياده عدد المحترفين قال لي لا ما راح نزيد انا اقول لك المحترفين. يا مسؤول كبير انزين قال له هل موسم لا هل مع الموسم الجاي انتم تايدون؟ اليوم احنا نشوف في بعض يعني مثلا في السعوديه مثلا كم محترف؟ تسعه تسعه هل انتم تايدون هذا الشيء؟ بس اللي يلعبون يعني ثمانيه <applause> في الدوري السعودي يلعبون ثمان محترفين واللي متسجلين؟ اعتقد تسعه مسموح لهم تسعه أه بس راشد طيب تشوف. زياده عدد المحترفين مع او ضد؟ ضد فهد انا ضد نبيل طبعا ضد انا انا ايش؟ لمصلحه اللاعب القطري الاتحاد الاسيوي لما رفع السقف رفعه من الناحيه <applause> على اساس تجاريه بشكل عام بالنسبه للانديه يكون عندها هذا العدد المحترفين بس انا على اساس مصلحه اللاعب القطري لا مصلحة المنتخب اي مصلحة المنتخب بس انا بلاعبك الحين احنا سبعة خمسة واثنين تحت السن انا مع ان الاثنين هذول يكونون من ضمن السبعة لا, تق... لا تقيدني بتحت السن زين هم اصلا محترفين ما ما, ما, ما عملنا اللي بتجيبة مشروع تحت السن فهد مشروع أنت؟ لحظة لحظة انت اللي بتجيبه ما, ما يصير فهد لحظة لحظة خالد انت اللي بتجيبه تحت السن هو محترف ما عليه بس أه؟ تحت السن راشد غير لما انت تجيب لاعب خبره ويفيدك اكثر حاليا إيه يعني عندك خمسه تجيب عندك أنت خمسه انت تجيب الخمسه معك. انا معك بس ما دام انت سمحت لي باثنين تحت السن خلاص افتحها وخلي الخمسه فهد مفتوحه فهد وانا اقرر اجيب فهد تحت فهد السن ولا ما اجيب ما, ما في أجيب. تا ما في تحت السن هو محترف ما عليه بس هو محترف. لا لا بس يعتبر تحت السن يعني انا تجيب تقول لي لاعب قيمه كبيره ولا اجيب لي لاعب صغير صح هو مشروع ما في شك ممكن ينجح وممكن ما ينجح المشروع لكن انا اقول لك كنادي واذا تبي تشارك في دوري ابطال اسيا شوف هذه من النقاط اللي كانت من بدايه الموسم كانت المفروض انها تحسن بشكل قطعي يعني لكن اليوم لين اليوم احنا قاعدين نشوف انديه قاعدين يستقطبون محترفين الى اليوم في انديه قاعدين يجيبون محترفين يلعبوا دوري ابطال اسيا طب يعني طب انت تقول سبعه 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 خالد انت مع هاي تحت السن او شوف احنا لاعب المشروع حيرنا ابو عبد الله احنا تحيرنا لان صرنا لاعب المشروع لما يقول لك مشروع انت تتكلم في وطن مشروع وطن لان هذا مستقبلا بعد خمس سنوات قطري بيلعب وياك في المنتخب اذا كان لكن إذا, ل... إذا, اذا اذا صلح يعني. اذا صلح آه. لكن انا اللي الاحظ من لعبة المشروع اليوم لو تاخذنا بعد في موضوع مثل هذا لعبة المشروع ينعدون يعني على اصابع يد واحده ويمكن اقل انهم جيدين وحدة. الباقي غلط انزين اوكي ليش ما تعمل تقارير سنويه في لاعب المشروع اللي ما يصلح لهذا الموسم لعب وياك وما صلح مع السلامة يبغى غيره ليش أب... أيلس على لعيبة لعيبة قطر أفضل... القطريين أفضل منهم بس أنت موقع وياه فترة ما هذا الغلط الغلط هذا لاعب المشروع يعني لاعب صغير صح أوقع وياه عقدي شوف سنة عقدي معك إذا لعبت عدد مباريات هذه بمستوى هذا بال... أحطها حطها في العرض انزين انت عقدك يمتد لمده اربع سنوات لان خلاص ضمنته ترى اللاعب اللاعب اللي يجيك من لعيبه المشروع اللي هو تحت ال 20 او 21 سنه هذا لاعب هاي لعب هاي لاعب سوبر يستوي كلنا لعبنا في المنتخبات ترى 17 يعني سنه يعني انت تقول الفكره هذه بعد ما جابت نتيجه لا لاعب المشروع في لعيبه مشروع قلت لك انا ينعدون على يد واحده فهد قال لي لا مو بيد واحده بعد لك صبح انزين فالتقييم مش موجود، أنا أقول أنا الان من عبر من 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 برنامج ما في تقييم لأن ما زالت اللعيبة السيئة في العام الماضي تلعب السنة. طيب. آه، أنت تقول سبعة ولا م... أنت مع المشروع؟ أنا مع المشروع، نحتاج أنت تبي سبعة. سبعة. بعيد عن سالفة أنه تحت السن. آه أنا مع النظام الحالي. مع النظام الحالي. خمسة <applause> واثنين تحت السن. طيب. يعني يمكن هذا كان حديثنا بشكل مفصل ومتشعب على مباراه السد ودحيل ويعني ما احنا تكلمنا على النتيجه بس ولكن تكلمنا عن كل ما يدور حول هذه المباراه وحول نادي السد ونادي إدحيل يمكن ابرز شيء قال نبيل قال أنا تمنيت الدحيل ان يكون هو في اسيا الموسم. في هذا الموسم لان دحيل السنه مولع يعني لكن لسوء حظنا يعني تحيل في السنوات اللي مضت كان موجود دائما يكون موجود ما كان بهذا المستوى السنة هذه لما غاب طلع لنا تحيل يعني لا السنة هذه إن مختلف إن شاء الله إن شاء الله جاب له لاعبين من احنا نقول احنا نقول الحين اليوم جاب اختار من مثلا كابتن نبيل اسمه إيه ما قال موجود في اسيا اي ما عليه بس هو هو العام الماضي ترى لا كاس ولا دوري السنه مرشح ياخذ كاس ودوري يعني معناته عدل الفريق حيل بهالمستوى لين السنه الجايه عشان اذا دخل في النخبه يكون لا لا بشك السنه الجايه بعد يكون اقوى بعد الموسم السنه الجايه بعد لا لا خلاص وشو. خلاص نروح على السنه الجايه ان شاء الله <applause> الله يحيينا <applause> طيب ام آه مصلال في هذه الجوله ايضا قدم مباراه جميله آه صقور ام مصلال فهد صقور برزان صقور برزان, صغور برزان. برزان. صغور برزان فازوا عطوا اهداف مصلال فازوا على الشحانيه باربع اهداف مقابل هدفين يعني فوز مستحق لمصلال طبعا مصلال الموسم هذا بادي بدايه جدا مميزه الاستقرار نشوفه في الفريق اداء المحترفين كنجي ولعب اسامه صراحة من اميز اللاعبين في الدوري البطار. ايضا نعم البطاطا الطنان الطنان أيه. والمهاجم الجديد ايضا الطنان. عندهم لاعب جيد، فاعتقد آه عبد الله مصرال هذا الموسم بصراحه قدم مستويات جدا مميزه، وجوده الان في بين مقدمه الدوري دليل على حقيته. آه مباراه الخور والشمال، هذه المباراه انتهت بفوز الشمال بهدفين مقابل هدف واحد، هذه المباراه نبيل شلون كانت؟ بكل امانه الشمال استحق الفوز قدم مستوى جدا ما يستوى المباراه عانى فريق الخور كثيرا في الناحيه الهجوميه خاصه بعد غياب ايمن حسين شوف في يعني فراغ كبير تركه ايمن حسين بغيابه غيابه في المجمل اعتقد فاز الفريق المستحق الشمال واستحق الثلاث نقاط ونقول الخور هارد <applause> 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 الخور ممكن يعاني السنه مع الهبوط وهو ان والله لو نشوف الان في جدول الترتيب طبعا من الفرق المؤخره وطبيعي عبد الله فريق طالع من ندية الدرجه الثانيه من الطبيعي راح يعاني وين وين مشكله الخور بالضبط انا اشوف ان الخور محتاج في الناحيه الهجوميه في الناحيه الهجوميه إيه؟ فهد الريان بعد ما قدم مباراه الكل كان يقول امام الهلال السعودي الريان قدم مباراه حلوه رغم الخساره <applause> جمع الوكرة ما عمل أي شيء وخسارة بهدفين مقابل لا شيء ريان ما كان موجود في المباراة ما كان حاضر في هذه المباراة يعني قدم مباراة معقولة جدا أمام الهلال خسر نعم والخسارة يعني نوعا ما كانت منطقية يعني إذا جينا بنقيس مستوى الريان والهلال والاستقرار اللي يعاني اللي يتميز فيه نادي الهلال اكيد الموضوع مختلف بالنسبه للتناسب لكن في الدوري صراحه الريان الى الان رغم انه يمتلك يعني كتيبه من اللاعبين المميزين بالذات على مستوى المحترفين وفي خط الهجوم بالتحديد لكن واضح انه يعني يعاني يعني. انا اعتقد اداره نادي الريان اخطات في الاستغناء عن جارديم يعني المدرب الموسم الماضي كان واصل معاك لمرحله متقدمه وينافس على الدوري وكان يعني يستحق انه ياخذ فرصه اضافيه. اخشى ان نادي الريان دفع يعني قرار استغناء عن جارديم كان قرار عاطفي. يعني مدرب الريان اللي جابوه من الشمال وخذوه يعني وفسخ عقد المدرب بالشرط يعني الجزائي وامور كثيره صارت, صارت يعني وبيان سارفة. من نادي الشمال وبيان من نادي الريان. طب طبوا عليه الريان لكن شلو. يعني شوف في الريان صراحه قادر انه يرجع عند العناصر لكن إذا علي رحمه بدع في هذه المباراه علي مدرب آه وطني يعني آه انا انا آه ترى دائما مع المدربين الوطنيين آه هو صراحه الاجدر انه يقود الوكره، انا استغرب ان نادي الوكره دائما يعني يكون عندهم علي رحمه الرجل الثاني، مع العلم ان علي رحمه هو اللي تفاوض مع المدرب السابق واللي تم استغناء عنه هو اللي راح وتفاوض مع هذا المدرب حتى يقود الفريق لكن يعني يفترض ان اداره الوكره وهذا الموسم الثاني على التوالي يعني يفترض ان تكون ثقتهم اكبر في علي رحمه انه يقود الفريق كابتن خالد ياسين وعوده وثلاث نقاط يعني فوز مهم للغرافه يمكن احنا نشوف الغرافه صعد للمركز الرابع عوده ياسين تاخرت ابو الله اول شيء ياسين عدم تسجيله بان يلعب دوري واسيا اكبر خطا قرار اتخذه مدرب الفريق. هو لأن سجل ياسين معهم؟ فقط ي... لا خلينا نتكلم الموضوع آه. بشكل عام انه فقط يشارك اسيويا لا يشارك بالدوري على فكره هي العمليه شلون تم تسجيل ياسين؟ المدرب طلب رودريجو لاعب الرياض فاخذ لاعب الريال لعب, لعب وياه مباراه ما خلص الشوط تعور فياسين كان مع الاسيويه يلعب لا يلعب في الدوري فصار عنده لاعب محترف ناقص اوكي فتم تسجيل ياسين انا انا كلمتي اللي اقولها ان المدرب كان مخطئ ان بس ياسين يا قيمة لازم. ياسين يا ابو عبد الله اللي قدمها العام الماضي وانت مغمض منافس على احسن لاعب منافس على هداف الدوري لاعب سوبر. جوكر وين ما تحطه سوبر في كل مكان اي لاعب إيه؟ على فكره يعني العمليه الكل كان يبيه الكل يبيه يعني هو كان رايح كان العربي طالبه هو كان خارج يعني... منظومه المدرب إيه؟ كان خطا كبير صراحه فهذا يعني أكبر لاعب قيمه ياسين قيمه فنيه عاليه ومن افضل لاعبين الدوري ومهاري حاليا ما تلقى لاعب في في مستوى ياسين لا في الدوري استحاله يعني أف... هو اكرام وياسين ما في غيرهم يعني. بالتركيبة الحالية اللي فيها فريق الغرافة مع عودة ياسين راح نشوف الغرافة حتى في بطولة النخبة بشكل ثاني, ثاني. وابتداء من المباراة القادمة راح نشوف الغرافة بشكل ثاني وجود كومان ووجود خوليو وياسين ومن خلفهم ساسي ودياز وأيضا الآن سمعنا ان اللاعب ارون لا ارون بس جاي بس الغرافه راح يكون شكل اخر أنا, انا انا اتكلم يعني حتى الاداره يعني يعني خمس جولات يعني ها؟ يعني قصدك انه يكون له يعني ما حليتوا مشكله اللاعب الا عقب خمس جولات يعني ما شارك معاك في حرام, حرام يعني وانا واحنا نعرف الخبره الموجوده الاداريه في الشيخ جاسم بن ثامر انه كيف يدير عمليه الغرافه يفترض انزين حتى المدرب لو رفض أه الزمانه لان ياسين حرام يبتعد، عن دورينا حرام يبتعد. بس الغرافه كان يعني اكثر الاقاويل اللي كانت تطلع من عندهم ان اللاعب مصاب، بس هو فعليا كان خارج منظومه المدرب. والله يا اخي شيء غريب، يعني يعني, يعني لاعب مثل ياسين يطلع من يعني منظومه المدرب، يطلع من منظومه الاداره في النادي، المسؤول في النادي، طبعا انا مثل ما قال كابتن خالد سلمان يعني الشيخ جاسم بن ثامر هو رجل مخضرم ورئيس نادي الغرافه ويعني واهل لهذا المكان احنا مستغربين يعني شلون هذا اللاعب رقم واحد اللي انت لازم تخلص معاه كل الامور وتسكر معاه كل الابواب على اساس انه يبدا معاك الموسم يشارك في الجوله الخامسه وما يلعب معك في الاسيويه الا بعد المباراه الاولى اللي خسرها الغرافه يعني امام الاستغلال هذا الامر اللي يدعو للاستغراب يعني ولكن في الاخير يعني يقول لك يعني ان تاتي متاخرا خيرا ان لا, خيراً خيراً لا تاتي, تأتي. ف... وربما ضاره نافعه إصابة رودريجو اليوم احنا نشوف عوده ياسين احنا نفرح لما الغرافه يعود لسكة الانتصارات لما الشكل يوم نبيل يتكلم يقول لك مع عوده ياسين حتى بتشوف الغرافه حتى في الاسيو مختلف بالعكس هذا يعني يفرحنا ويفرح الكرة القطرية نادي العربي نزل بيان يشكر فيه المدرب الوطني يونس علي طبعا العربي تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية وبقيادة المدرب أنتوني. الإنجليزي أنتوني وكان مدرب المرخية سابقا الإنجليزي أنتوني هيدسون لكن العربي نزل بيان يشكر فيه يونس علي والمرحلة اللي تولاها يونس علي والآن العربي في مرحلة جديدة وبداها بتعادل مع الأهلي اللي كان الكل يقول الأهلي فريق متطور فريق قدم كرة حلوة يعني يمكن كان البعض يتوقع أن الأهلي يفوز في هذه المباراة لكن العربي إلى آخر الوقت قدر أنه يتعادل ويخرج تغيير فهد اللي صار العربي هل فيه تحس أنه في شيء قادم أفضل للعربي؟ شوف بالنسبه لمباراه الاهلي الموضوع نفسي بالدرجه الاولى، يعني ما نقدر نحكم على المدرب الا بعد فتره التوقف، حتى مباراه الريان الجايه هذه ما راح نقدر نحكم على المدرب، الموضوع بشكل عام نفسي لان من الصعب ان انت المدرب فكر جديد عنده، مدرب انجليزي مدرسته مختلفه تماما، فالعربي حتى نحكم على هذا المدرب اتوقع بعد فتره التوقف تكون فتره كافيه ان المدرب يقدر يعني يقود فريقه للافضل لكن بشكل عام العربي ما كان سيء في هذه المباراه لكن في تفاصيل يعني مزعجه في الفريق يعني أنا اكلمك عن خط الدفاع على سبيل المثال يعني كان صراحه سيء للغايه كان الاهلي بامكانه انه يخرج من هذه المباراه هو فايز مش اقل من اربع او خمسه اهداف لولا براعه الحارس جاسم الهيل صحيح العرب العربي قدر ان يتقدم على الاهلي يتعادل ويتقدم وايضا يتعادل حتى الدقيقه الاخيره وهذا شيء جيد ان الفريق قادر انه يعني يستمر حتى صفرة النهايه وما يصاب بالياس ايضا اعتقد مع عوده يزن نعمات يعني بعد فتره التوقف راح تضيف قوه هجوميه للفريق عوده المساقنة يعني لمستواه يمكن شفناه في المباراه لعب في الشوط الثاني وسجل هدف لكن عند الافضل انا وجهه نظري ان المساكني متى ما كان في يومه ومتى ما كان في الفورمه العربي يكون في الفورمه لانه هو اللاعب اللي اذا كان ياسين ابراهيمي في الغرافه هو المحرك او انا بالنسبه لي في العربي هو المساكني في نقطه جدا مهمه احب اتطرق لها راشد فيراتي صراحه هذا الموسم قاعد نشوف اداء يعني خرافي من هذا اللاعب رغم سنه كبر سنه ولكن من بدايه الدوري هو قاعد يقود العربي وبشكل جدا مميز اعتقد العربي قادر انه يرجع لكن يعني في ايام حلوه جايه للعربي ان شاء الله انه في ايام حلوه <applause> عموما عندنا تقرير مباريات الجوله القادمه ناخذها بشكل سريع مباريات الجوله <applause> السادسه من دوري <applause> نجوم اريدو نشوف هذا التقرير نرجع منافسات حافلة بالإثارة والندية يشهدها الأسبوع السادس من دوري نجوم أريدو البداية يوم الخميس القادم حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة كروية تجمع ناديي العرب والريان في تمام الساعة السادسة مساء على استاد الثمامة تديها مواجهة تجمع السد والغرافة عند الساعة الثامنة مساء على استاد جاسم بن حمد وفي ذات التوقيت يحتضن استاد الجنوب مواجهة الوكرة والخور واستكمالا لمباريات الجوله يشهد يوم الجمعه المقبل مواجهات ثلاث تنطلق الاولى في تمام الساعه السادسه مساء حينما يواجه الشمال الاهلي على استاد احمد بن علي وفي نفس التوقيت يستضيف استاد الجنوب مباراه تجمع مصلال ونادي قطر وتختتم مواجهات الجوله عندما يلتقي الشحنيه ودحيل على استاد جاسم بن حمد في تمام الساعه الثامنه مساء يعني شغل انا اقول لك سبت الجمهور ترى ضغطوهم العربي ضغطوا آه. من الجمهور بعد. ها آه خلصتوا؟ يعني شوي يعني. اوكي. مباريات الجوله القادمه، الجوله رقم 6 من دورينا، دوري نجوم اريدو راح تكون يوم الخميس ويوم الجمعه مباريات الخميس ناخذها آه وياكم آه العربي راح يلاقي الريان في قمه الجوله السادسه. هذه المباراة راح تكون على استاد الثمامة والمباراة عطنا المباريات. المباراة راح تكون الساعة 6 عربي الثمامة لحظة 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 مو بتوقعات لحظة لحظة بكمل مباريات عقب باجي لأنه قاعد يرسل يرسل <applause> رسائل فهد <applause> لحظة العربي والريان على استاد الثمامة يوم الخميس السد والغرافة على استاد جاسم بن حمد في نادي السد وين مبارياتكم يا جماعه؟ آه الوكره والخور على استاد الجنوب هذه المباراه راح تكون الساعه ثمانية يعني يوم الخميس عندنا قمتين اللي هي قمه العربي والريان وقمه آه السد والغرافه ايضا مباراه قمه. يوم الجمعه عندنا الشمال والاهلي هذه المباراه راح تكون على استاد احمد بن علي الساعه أه 6 وعندنا مصلال وقطر الساعه 6 ايضا في استاد الجنوب والشحانيه ودحيل الساعه 8 على استاد جاسم أه بن حمد هذه مباريات الجوله السادسه خالد أعطني توقعاتك بشكل سريع عندك على الشاشه الشاشه ايه وكرة اهلي اروح حق لحظه لحظه تعال. شنو هاي الوكر اهلي؟ إيه؟ عطني خميس رايح سيد الجمعه عطنا الخميس يبا وين نقزت هناك على الجمعه؟ بعد انتم رايحين الخميس عطيتونا <applause> 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 الجمعه يلا عربي. عربي عربي ريان اروح أيه؟ العربي يفوز <applause> سد القرافه بس لحظة, لحظه 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 قول توقع ولا تقعد تجامل وما ادري انا اعرفك ما بعشان فهد ما ادري ايش قال لك الحين في الفاصل اي انا لا عطني توقعك الصحيح لو سمحت حق العربي, العربي الريان, تبي الصراحه؟ ايه ريان يفوز هل ليش تقول العربي؟ جنني وماسك صدق صبعي ايش لحظه العربي الريان ريان اقرب الريان آه اقرب زين السد الغرافة العربي لحد الان مع المدرب الجديد ما ندري للحين ما شفنا. السد والغرافه ممكن تتكرر نتيجه العام سته كانت. على الغرافه. الزعيم يرجع بقوه انا اتوقع لهذه المباراه لانه ما يرضى بنفسه <applause> انه يكون هو في ترتيب السابع ما يرضى. طيب الو... ال... لعنى الوكره لعنى والخور أغير. من يفوز؟ قطر الخور؟ الوكرة, الوكرة, الوكره والخور. الوكره الوكره يفوز. الوكره. هي. أه عطنا, عطنا الجمعة لو سمحت الجمعة زياد الله يخليك أه الشمال والاهلي الشمال لا الوكرة والاهلي لا الشمال والاهلي وين عيل حاطين لنا الوكرة الشمال والاهلي الوكرة بيلعب مع الخور يوم الخميس خلاص لعب الخميس احنا بعد ليش جايبين لنا زين الشمال والاهلي خالد الشمال الشمال الاهلي الاهلي افضل الاهلي يقدم موسم مثالي ترى لحد الان هو دائما في بدايته حتى العام الماضي ابو عبد الله اه بداية العام, العام الماضي نفس الشيء بدأ الأهلي صح وبعدين في الأخير تراجع 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 كبير الصراحة لكن السنة الصراحة المحترفين أم مصرال وغطر أوه أم مصرال أو أم على فكرة كنا لازم نتكلم بشكل كبير بالنسبة للفريق المتطور اللي هو فريق أم مصرال أم مصرال الأغرب للفوز الشحاني وتحيل تحيل طبعا خالص طيب فهد شو تقول؟ العربي والريان راشد شوف اتوقع العربي اتوقع حلق. لان هذه مباراه العوده المفروض تكون قبل تتوقع التواطف. ولا تتمنى؟ شوف اتوقع و... واتمنى صراحه يعني زين لكن الريان اذا العربي لعب بنفس السوء في التنظيم الدفاعي امام الريان عادي تنتهي المباراه من الشوط الاول الريان نعم السد والغرافه، الغرافه اتوقع الغرافه وممكن يكرر نتيجه التحيل الوكرة والخور الوكرة الشمال والأهلي الأهلي مصار وقطر ومصرال الشحانية والتحيل خالصة التحيل نبيل نفس التوقعات ولا عندك رأي ثاني العربي والريان ريان السد والغرافة روح مع السد طول ردة فعل اللاعبين الوكرة والخور هذه أما العاطفة التي تسمعها من, من الأخوان من اللي فهد من الموجودين على فهد يميننا هذه أداة أمنية وين, وين, وين العاطفة في الموضوع لا لا أمنيات قصدي آه، لا ليش يا أخي عاطفة أبو محمد العربي والريان العربي متعادل مع الأهلي لا لا. اللي يقدم مستوى لا لا لحظة عارف. عاد الـ 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 الريان خاسر من الوكرة المباريات راشد مثل هذه ما سمعت, سمعت مباراة السد والغرافة إيه قال قال لك, لك ممكن الخمسة تكرر غرافة إيه؟ إنت مع عودة ياسين عودة ياسين لعب له الماضي ياسين موجود ترى فايزين ستة لا لحظة 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 لا انا ما بمع لا ايش قال ممكن ايش ايه ان الغرافه يفوز خمسه مثل لا من لا, لا لا انا, أنا اقول لك ممكن إيه؟ تكرر بس تكرر العربي, ممكن العربي لا لا لا, لا, حتى لا, حتى لا ممكن العربي والريان راشد العربي والريان بعد لحظه فهد بعد معلش عاد نسلك لك شوي بس عاد يعني لحظه الغرافه ممكن يفوز اوكي ممكن يفوز بس في معطيات تبي السد يقبل انه يصير معاه نفس ما صار مع دحيل لا يا أفهر. كرة صعبة قدم صعبة كرة قدم صدقني كرة قدم يعني 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 شوف العربي والريان مباراة مثل هذه ما لها مقياس ترى ما لها مقياس يعني ممكن نشوف اهداف كثيرة ممكن تنتهي تعادل وممكن اسوء فريق في الدوري اليوم لو العربي سيء ممكن يفوز على السد والغرافة نتكلم عن عن عنها تتكلم عن انا اقول لك رتم الغرافة في ارتفاع الحين متى صار؟ مرتفع ترى على كل الجوله اللي قبل الماضيه كان غراب نبيل سيئة. عطني 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 نبيل أه الوكره والخور الوكره الشمال والاهلي يروح مع الاهلي ام صلال وقطر مثل ما قال ابو محمد ام صلال كعبه عالي شحانية ولتحيل خالصة خالصه خالصه <applause> لا لا تحيل <applause> تحيل ما تقدر تحطهم قدام فريق مرعب شوف في <applause> كره القدم بعدين بعد بعدين <applause> رحل بس بكلمه اه؟ بس قبل لا اه؟ تقول خلك مع كره القدم على فكره ما راح يخدم واللي بيخدم تحيل للموسم الحالي مشاركة دوري الأبطال صحيح الأبحاث. بتهد الأندية الأخرى صح وتحيل قاعد حطرين على ري بس شوف علي. في كرة القدم هاي الكلام اللي تقوله ما موجود ترى ممكن يجي نادي مثل الشحنية ولا الخور ولا الأندية اللي في المركز 12 و11 والعاشر ترى ممكن جايز اي جايز يعني القدم ويقدم خدمه لانديه تنافس داخل صحيح؟ المربع صحيح ممكن احنا حلقتنا الجايه بتكون تاريخ 30 وتاريخ 30 بيكون في مباراتين عندنا نادي أه السد راح يلعب امام أه 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 الاستغلال الايراني وفي الدوحه طبعا على استاد جاسم بن حمد والريان راح يلعب مع النصر هناك في الرياض. تاريخ 1 اكتوبر الغرافه راح يلعب مع العين الاماراتي في استاد البيت هنا في قطر. فهذا بيكون في نفس اليوم اللي فيه حلقتنا. لكن احنا الحين خلينا نشوف انديتنا في الجوله الاولى في المشوار الاسيوي وش سوى؟ طبعا الكل يعرف النتائج يمكن ولكن يعني لمحه ونظره سريعه لان الاسبوع القادم انديتنا راح تكون مع الجوله الثانيه. في دوري ابطال اسيا دوري النخبه. نشوف هذا التقرير السريع ونرجع لكم. اسبوع حافل بالاثاره وبدايه ضعيفه استهلت بها الانديه القطريه مشوارها في بطولتي دوري ابطال اسيا للنخبه ودوري ابطال اسيا اثنين. ضربة البداية كانت مع نادي السد الذي خرج بنقطة ثمينه من مواجهته امام العين الاماراتي في ملعبه وامام جماهيره بعد تعادلهما بهدف لمثله وخسر الغرافه بثلاثيه نظيفه امام استقلال طهران الايراني وهي نفس النتيجه التي تعرض لها الفهود امام نفس الفريق في اول مباراه جمع بينهما في دوري ابطال اسيا عام 2010 وفي اليوم التالي مباشره كان الموعد مع سقوط جديد للفريق الرياني الذي استضاف الهلال السعودي على استاد أحمد بن علي وخسر أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف وكان من الممكن أن تزيد الغلة التهديفية للفريق السعودي لولا ضربة الجزاء التي أحضرها متروفيتش وفي لقائه الأربعاء الماضي أمام التراكتور سازي تبريز الإيراني توقع البعض أن ينجح الوكر في تعويض سلسلة النتائج المخيبة إلا أن الإخفاق ظل مطاردا لأنديتنا وسقط الوكرا في فخ الخسارة بالثلاثة وفي شوط واحد أيضا تذيلت أنديتنا الثلاثة جدول الترتيب ففي قاع جدول بطولة النخبة جاء الغرافة في المركز الثاني عشر ويسبقه بمركز واحد فريق الريان بفارق الهدف الوحيد الذي هز به شباك الهلال السعودية أما الفريق الوكراوي المشارك في بطولة آسيا اثنين فكان من الطبيعي أيضاً أن يتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى التي تضم تراكتور المتصدر ومهيون الهندي ورفشان الطاجيكي كان هذا تقرير عن مشوار انديتنا في بطولة البطولة الاسيوية بطولة النخبة. احنا عندنا ثلاث ثرى عندنا ثلاث أنديات تشارك في دوري ابطال اسيا الريان، السد والغرافة ولكن ايضا الوكرة عندنا في دوري ابطال اسيا 2 بمجموع اربع انديه عندنا تشارك في البطولات الاسيويه. ابو محمد بشكل سريع ايه انديتنا في دوري ابطال اسيا ننتظر إيه؟ منها شيء؟ ايه ننتظر؟ ايه نعم ننتظر آه ولا ولا انديتنا مو مستعدة حق البطوله لا حسنا. لا لا, لا مستعده يعني على كل مباراه السد والعين اعطتنا مؤشر جدا جيد ها لا تترك مباراة دحيل أنت تلعب يعني مع العين في ملعب العين مع حامل اللقب الأسيوي في أرضه والنتيجة هذه هو عادلة معناته السد في الأسيوية غير غير وقادر خصوصا أن المباراة راح تلعب على أرضنا وما بين جمهورنا جمهور بيكون متواجد وأتمنى أن المباراة تكون في استاد نادي السد هي بتكون في استاد جاسم بن حمد هذه الساعه المباركه يعني. هاي إيه؟ هاي هاي قاهر الكبار ديال الاستاد آه. في نتائج كثيره كانت موجوده وكبيره يعني موجودة يعني يعني, يعني انت تعول على السد اكثر اكيد على السد اكثر مع الاستغلال ايه السد مرشح يفوز آه. بس أنا أقصد أنه يروح بعيد في البطولة إيه؟ يروح بعيد يروح. فهد أنت مرة قلت لي أن الصعود كثمان أندية أمر م يعني ممكن. ممكن ممكن يصير حتى حق الثلاث أندية عندنا ممكن ليش فهد؟ يعني أنا أتفق مع أبو محمد السد ممكن يروح بعيد الصراحة ممكن يفوز على الاستقلال نتيجة مع التحيل يعني هذه كبوة ودا 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 و... التعامل مع مباريات دوري ابطال اسيا دائما يعني مختلف عن الدوري يمكن قدم مباراه كانت جدا منطقيه امام العين وقادر انه يفوز على الاستغلال لان عنده الادوات السد السد اذا في يومه صعب يخسر النصر والريان هذه المباراه ايضا بتكون مباراه صراحه ناريه جدا يعني الريان رغم انه خسر امام الهلال لكن ما كان ما كان سيء يمكن الانسجام آه عاب الفريق في هالمباراه آه ولكن آه قدم مباراه آه حلوه الريان وقادر ايضا أن يكون نت قوي للنصر وما استبعد آه فوز الريان على النصر في هذه المباراه. أنزين مساله الصعود ليش قلت ان الثلاثة انديه ممكن تصعد؟ انت عندك 12 نادي. صحيح. يصعدون منهم ثمانيه. متغزك انديتنا احنا الثلاثه؟ أيه لان السد قادر يصعد، الريان قادر يصعد. لا انت انا اقصد يعني كم نقطه ممكن الفريق ممكن أن يتاهل من هذه أه شوف الامانه راشد في بالنظام الجديد أه انت تحتاج تلعب كل مباراه كانها بطوله كانها نهائي بطوله في النظام الجديد. لكن انا يعني عطفا على المستوى اللي شفناه في الجوله الاولى انا اقول لك الغرافه رغم خسارته لكن قادر انه يرجع مع التدعيم اللي صار الان معه وعوده ياسين يعني 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 الغرافه لو حصل على سبع نقاط مثلا ممكن يصعد؟ ممكن يجيب مركز ثامن السابع ممكن ممكن ممكن, ممكن تشوف السد والريان والغرافه الثلاث انديه مؤهلين انهم يتاهلون نبيل انا 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 ليش اسال؟ لان عندك 12 نادي تبي من ثمانيه منهم يصعدون واربعه راح يغادرون صحيح يعني انا اقصد هل في اربعه اقل مستوى من انديتنا؟ مثلا لو لو افترضنا شوف مع زياده عدد المحترفين لو بتكلمني عن النظام السابق القديم انا اتكلم لك أي انا أقولك لو على القديم صعب لكن مع زياده عدد المحترفين والنظام الجديد ممكن نتاهل ممكن نشوف اندياتنا السد والريان والغرافه في دور ال 16 انا اعطيك بالتدريج السد والريان والغرافه نبيل عبد الله انا اخشى على الفرق من الجهاد البدني تتصور سد. يعني في خلال 12 او 10 ايام 12 يوم لعب اربع مباريات جدا قويه، لعب مع العين، بيلعب مع الاتحيل، لعب مع الاتحيل، بيلعب مع الغرافه يوم الخميس ويوم الاثنين بيلعب ضد الاستغلال. يعني المجهود البدني الكبير العامل الذهني راح ياثر بشكل كبير، لحد يقول بس ما بس ياثر بس نبيل لا لا معلش ايه. انت عندك لاعبين ما لعبوا في الدوري ايه؟ من ما لعب؟ ما لعب، عطال ما لعب لاعبين عطال أوكي. مصاب عطال مصاب هل راح يلعب في المباراه او لا لاعب واحد لاعبين لا. بغض النظر انا اقول لك الريان والغرافه والسد عندهم لاعبين بس للأسيوية. لاعبين اثنين فقط أه؟ لاعبين اثنين بس لا ممكن اكثر لا الريان عنده 11 محترف لا 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 الريان الريان عنده 9 محترفين بالاضافه الى اللاعبين الفلسطينيين الاثنين اللي هو أوكي. محمد صراح أه؟ واللاعب اعتقد لاعب اخر نسيت اسمه ولكن بالمجمل ابو عبد الله حتى الريان لعب ضد الهلال لعب ضد الوكره الخميس بيلعب ضد العربي ويوم الاثنين بيلعب ضد النصر في الرياض ف يعني الجهاد البدني ايضا الذهني راح يعكس دور كبير وخاصه احنا فرقنا ابو عبد الله مش متعوده ان كل أربعة ايام او ثلاثة ايام تلعب مباراه على رتم عالي والدليل نشوف الريان والسد لعبوا مباريات قويه جدا من أربعة ايام في دوري النخبه وجو الدوري خسروا بنتائج وايضا اداء ما كان جيد عموما هم 12 نادي 12 نادي كل فريق يلعب ثمان مباريات مش ذهاب وياب يعني السد ما راح يلعب مع العين مره ثانيه خلاص هي مباراه واحده القرعه بالطريقه هذه والشكل الجديد للاتحاد الاسيوي لكره القدم عمل البطوله بالشكل هذا فالان عندنا ثمان مباريات لكل نادي ما فيها ذهاب وياب بمعنى ان الريان ما راح يلعب مع يعني البعض يسالني يقول لي متى بنلعب مع الهلال في السعودية خلاص ما راح تلعب مع الهلال هي مباراة واحدة لعبتها في الدوحة السد نفس الكلام لعب مع العين مباراة واحدة فبالتالي عندك 12 نادي راح يصعدون منهم ثمان أندية من ال 12 نادي راح يصعدون ثمان أندية وأربعة راح يقادرون فأنا شخصيا أتوقع أن اللي بيجيب تسع نقاط هذا راح يضمن الصعود من الثمانية تسع نقاط من 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 الثمانيه انت مؤهل انك تصعد. لكن لو استم يعني بعض المباريات كانت تعادل او يعني يعني لو لو التعادل سيطر في بعض المباريات حتى سبع ثم سبع نقاط ثمان نقاط ممكن, ممكن يتأهل بالضبط فالفرصه انا اللي بقولها خالد فرصة كبيرة حق أندياتنا السد والريان والغرافة أنهم يتواجدون في دور ال 16 أكيد 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 ومؤهلين أنا احنا لو لو طلع قدامنا بس لو انعمل لنا الجدول المباريات اللي بتلعب على أرضنا راح تكون أوضح بعد كذلك بالنسبة لنا في حصد النقاط كذلك هذه اليوم المباريات اللي بتلعبها على أرضك كم بتلعب أربع على أربع أرضك. على أرضك وأربع خارج أرضك أنت لو خذيت مباريات على أرضك تأهل بالضبط انت السد راح يلعب مع الاستغلال في ارضه راح يلعب مع مع بيرسبوليس في ارضه راح يلعب مع الهلال السعودي في ارضه وراح يلعب مع مع من بعد يلعب السد في الدوحه مع الاهلي السعودي مع الاهلي السعودي يعني الهلال والاهلي السعوديين في الدوحه والاستغلال استغلالوا بولس الايرانيين في الدوحه, في الدوحة. ايوه هذا انا اعطيك مثال على مباريات السد يعني يعني ف... المباريات مثل ما قلنا ابو عبد الله المباريات اللي على ارضك عليك ان تكسب الثلاث نقاط على ارضك تستغل الارض والجمهور الموجودين عندك مهم نعم. جدا خارج ارضك تتعادل اعطني مع... توقعك مباراه السد والاستغلال لا لا السد افضل بكثير. افضل من الاستغلال أي بكثير أه الريان والنصر في الرياض في الرياض إيه؟ النصر الاغرب مع رونالدو ما في عاطفه هاي ما فيها عاطفه ما, في ما في مع الجمهور الكبير الصراحه جمهور النصر اللي بيحضر هناك ومع رونالدو وماني ومع المجموعه هذه إيه. إيه. لا صعبه المباراه صعبه الغ... الغرافه مع العين في الامارات لا في الدوحه في الدوحه عفوا في استاد البيت عفوا الغرافه ممكن يخلصها ممكن مع العين مع العين فهد أعطني توقعاتك. السد النصر الغرافه. السد يفوز على الاستقلال، النصر, النصر يفوز اقرب على لان المباراه تقام آه. في السعوديه. والغرافه؟ الغرافه العين اقرب. نبيل؟ مع الاخوان. النصر السد والغرافه. الغرافه. اوكي. اليوم ايضا احنا نتكلم عن البطولات الخارجيه او بطولات اسيا ايضا عندنا نادي العربي. احنا ما تكلمنا عن الوكره الوكره في دوري ابطال اسيا 2 لعب اول مباراه خسر, امام تراكتور تراكتور الايراني خسر ثلاثة, صفر والوكره مثل ما قلنا يلعب في دوري ابطال اسيا 2 من مجموعه الوكره نبيل اعتقد غمان الهندي وفي رشان الطاجيكي اي و... وموهون الهندي اي نعم مباراه الوكره الجايه متى اعتقد هالاسبوع، الاسبوع الجاي يوم الاربعاء آه. ها اعتقد مش متاكد في 2 اكتوبر يعني احنا عندنا مباراتين في 30 اللي صح. هما السد والغرافه أو. السد والريان ومباراة ومباراة الغرافه في 1 اكتوبر صح؟ ايه والوكره والوكره 2 اكتوبر يوم الاربعاء طيب اليوم كانت ايضا قرعه دوري ابطال الخليج للانديه واللي شارك فيها نادي العربي القطري والعربي كان على المستوى الاول طبعا قسمت الفرق الى مستوى اول وثاني وثالث ورابع العربي كان في المستوى الاول وطاح في المجموعه الثانيه مع نادي الاتفاق السعودي والرفاع البحريني والقادسيه الكويتي فيما المجموعه الاولى جات جابت دهوك العراقي والنصر الاماراتي وظفار العماني واهل صنعاء اليمني ثمان انديه من ثمان دول خليجيه في بطوله دوري ابطال الخليج للانديه واللي راح تكون جوائزها كل نادي يشارك 300 الف دولار والمركز الاول راح ياخذ 3 مليون دولار المركز الاول والمركز الثاني مليون دولار يعني المركز الاول 3 ملايين والمركز الثاني مليون دولار. دولار وافضل حارس حاطين خمسين الف وافضل هداف البطوله وافضل لاعب جوائز حلوه فهد حاطين جوائز حلوه, صراحه وتنعش خزينه دولار ومشاركه 300 صحيح تنعش خزينه الانديه انت مجرد ما تشارك تاخذ ثلاثمية الف دولار, دولار. بالنسبة للقرعة راشد العربي يعني طاح في القرعة في المجموعة الحديدية اللي فيها بالذات الاتفاق السعودي والرفاع البحريني والقادسية الكويتي مجموعة صعبة لكن يعني وشيء جيد انك انت تواجه مثل هذه الاندية حتى ترتقي بمستواك ترتقي بال يعني فكرك حتى كلاعب يرتقي تدخل اجواء المنافسة بقوة وترى هذه البطولة مسموح المشاركة فيها ست لاعبين محترفين في ارض الملعب وتسجل عشر لاعبين محترفين لكن تقدر تشارك بست لاعبين في في ارض الملعب. فبطوله صراحه جي فرصه جيده للعربي انه ينافس عليها وممكن حتى يفوز فيها يعني اذا ظهر بالمستوى المطلوب وقدر نعم انه يتخطى الانديه المنافسه له في 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 المجموعه الثانيه. المباريات المباريات راح تقام في الفتره ما بين اكتوبر 23 اكتوبر 23 اكتوبر, 23 أكتوبر و 15 ابريل يعني من اكتو 15 ابريل صحيح. القادم يعني من الشهر الجاي نعم. انت راح تشوف بعد البطولة. شهر تقريبا نعم. تبدا البطوله النظا... الجوائز والش... وال... هاي الاول مره فهد هذه الاول مره الجوائز هذه على طبعا بطوله ابطال الخليج صار لها فتره طويله يمكن توقفت من سنوات طويله لكن مع الاتحاد الجديد وبرئاسه سعاده الشيخ حمد بن خليفه سعوا لتطوير هذه البطوله من خلال ضخ هذه المبالغ الماليه تعطي حافز حتى للانديه نعم المشاركه فيها هي المشاركه كانت اصل مشكله المشاركه في بطوله مجلس التعاون على كل بس خلنا التاريخ يعيد نفسها بطوله مجلس التعاون السد حققها في الثمانينات اول بطوله يعني فريق قطري حقق هاي البطوله هاي في هاي البطوله كنت انا نادي السد اللي حققناها البطوله ذي اذكرها هذه كان معاكم محمد مبارك كان محمد مبارك نعم وسجل مع نادي الاهلي مش اذكرها يعني شفتها لما كبرت يعني إيه انت اه كنت في ذاك الوقت يعني ايه ايوه اوكي فاتمنى ان شاء الله ان ممثل الوطن اللي هو نادي العربي ان يحقق الانجاز ويعيد الانجاز اللي حققه السد في السابق آه البطولة جدا آه بتكون مش صعبة على النادي العربي من أي ناحية من ناحية المحترفين المتواجدين بالنسبة لأنديتنا أفضل بكثير من المحترفين المتواجدين في الأندية الأخرى ما عدا الاتفاق السعودي نعم بيكون منافس قوي بالنسبة لنا أما بالنسبة للقادسية كمحترفين أنا أتكلم إحنا أفضل منهم وبالنسبة للبحرين الرفاع كمحترفين احنا افضل منهم حتى في بدء الموسم يعني احنا بشكل عام احنا افضل منهم فلذلك بتكون الصعوبه الموجوده بالنسبه للنادي العربي بتكون المباراه اللي بتكون مع نادي الاتفاق. طبعا المباريات راح تكون بنظام الذهاب والاياب مباريات البطوله الخليجيه واللي مثل ما قلنا نادي العربي يشارك فيها راح تكون بنظام الذهاب والاياب وراح تكون في نفس الايام اللي تلعب فيها مباريات دوري ابطال اسيا. على اساس انه ما يكون في لخبطه في جدول الترت... جدول الدوري المحلي للفرق المشاركه نعم حتى التوقف فبتكون في نفس الايام او نفس الفتره او نفس الايام اللي يلعبون فيها مباريات دوري ابطال اسيا واللي هي يوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الاربعاء وبنظام الذهاب والاياب ومثل ما قلنا العربي مع الاتفاق الاتفاق والرفاع السعودي والفاقسية. والرفاع البحريني والقادسيه الكويتي فيما المجموعه الثانيه فيها دهوك العراقي واهلي صنعاء اليمني دفار. وانا ابى اشوف ابى اشوف ذاكرتي اوكي ولا لا؟ لا ذاكرتك ما و... شاء و... الله و... زينه و... و... ابيك تكمل الرابع بس العماني من؟ النصر الاماراتي والنصر الاماراتي أه صح لا أه. النصر أه. نصر الاماراتي وظفار العماني. اي صح اوكي. موجود عندك اه. اه وصلنا احنا حق تقرير, ايه؟ تقرير الاخبار المحليه. تقرير الاخبار عندك شيء ابو محمد يقوله ما عندك. <applause> عندك؟ لا انا انا كل اللي في موجود قلته. <applause> تقرير الاخبار المحليه نشوفه ونرجع وياكم. بالتزامن مع مرور عامين على نهائي مونديال قطر 2022 وبمشاركة نادي ريال مدريد بطل أوروبا رسمياً الفيفا يمنح دولة قطر حق استضافة الأدوار النهائية ونهائي كأس القارات للأندية على أن يقام النهائي يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2024 أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم قائمة منتخب الشباب تحت 20 عاماً وذلك استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا المؤهلة للنهائيات القارية التي تستضيفها الصين خلال الفترة من السادس وحتى الثالث والعشرين من فبراير 2025 أنهى المنتخب القطري مشاركته في البطولة العربية العاشرة لألعاب القوى للناشئين والنشآت في المركز السادس محققاً ست ميداليات ملونة بواقع ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان في البطولة التي أقيمت بمدينة الطائف السعودية قرعة بطولة اتحاد غرب اسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية التي تقام في العاصمة الأردنية عمان على مدار يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري، تضع منتخبا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الأردن والبحرين. حقق الفريق القطري اللقب في فئة 992 إي إم في سباق هانكوك 24 ساعة في برشلونة. بعد أن قدم أداء مميزا في مسابقة الرجل الحديدي في اليابان. محققا المركز الرابع عشر بطلون عبد الله شاهين الكعبي يتاهل الى بطوله العالم للرجل الحديدي في مدينه نيس الفرنسيه 2025 ليكون بذلك اول رياضي قطري يتاهل لبطوله العالم انطلقت السبت الماضي منافسات موسم 2024-2025 للاتحاد القطري للكرة الطائرة أربع مباريات ضمن منافسات دوري الأشبال مواليد عام 2011 الذي سيختتم في الخامس عشر من فبراير من العام المقبل أعلن نادي قطر للسباق والفروسية وفرانس جالو الجهة المنظمة لسباقات الخيل في فرنسا اكتمال ترتيبات تنظيم مزاد الخيل الذي سيقام يوم الثالث من أكتوبر المقبل في قاعة أركان بالعاصمة باريس وهو أول فعاليات جائزة قطر قوس النصر المقررة خلال الفترة من الثالث إلى السادس من الشهر نفسه بفرنسا انطلقت السبت الماضي منافسات السباق المحلي الأول للهجن ولفعاليات موسم الهجن للعام 2024-2025 الذي سيقام تحت رعاية اللجنة المنظمة لسباق الهجن وهو الموسم الذي يترقبه الكثيرون من محبي وعشاق رياضة الآباء والأجداد بدولة قطر وخارجها اختتمت السبت الماضي منافسات الجولة الخامسة من بطولة قطر للسباقات الصحراوية في نسختها الرابعة للموسم 2024، والتي نظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على مدار يومين، بمشاركة أبرز الدراجين المحليين والمقيمين. دشنت إدارة التحكيم في الاتحاد القطري لكرة القدم أمس الأحد منصة لتطوير أداء الحكام والارتقاء بالمستوى العام للتحكيم القطري، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي. لتكون بمثابة مرجعية للحكام بمختلف درجاتهم. ختام أخبار الرياضة مع إعلان الاتحاد القطري للرياضة للجميع تفاصيل سلسلة سباقات الجري والتي تشتمل على مجموعة من السباقات الأسبوعية المتنوعة ومن بينها سباق الرياضة للجميع للدرجات الجبلية والجري وسلسلة سباقات الخريف وسباقات الرياضة للجميع للسيدات في الحدائق العامة وحول ملاعب كأس العالم. آه كان هذا تغرير الاخبار بس قبل ما آه اتكلم عن آه تغرير الاخبار ابو محمد آه البطوله مش في الثمانينات بطولات الخليج آه كانت سنه 91 السد لما اخذها 91 وانت قلت لي في الثمانينات يعني لحظه خلنا اكمل بس وكنت انت كابتن صح صحيح ويقول لك انه كان محمد مبارك المهندي معاكم نعم وسجل إيه؟ هدفين في النهائي بالضبط هذا عبد العزيز معرفي اللي دزلي لي ويقول ان انا لن... عبد العزيز تدي تدري ينطرني في آه. كل مكان قاعد ينطر بال بال لكن آه. الله خير ابو احمد ما هو شوف معلومات. عنده كل المعلومات والله ارشيف لا صعب. ارشيف حتى يقول يقول انت كان عمرك وقتها خمس سنين عن انا صحيح سنه 91 صحيح آه انا قلت فهد بيمسك اصبعي وكل ساعه بيمسك لا انا انا كنت ابيك تكمل 91 91 انت معي في منتخب الاشبال لا خبر الربع مضيعين انا كله لا لا مضيع ابو عبد الله خبر معلومتك مضروبه يا اخي لا والله أنا اتذكر آه واحد انت 91 انت إيه؟ شيب انا اتذكر 91 كنت معاي في منتخب الشباب ونتمرن في <applause> استاد آه خليفه يقول خمس سنين رفع حق نفسه لا, يعني لا, 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 آه لا, 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 لا انا مش كلامي بعدين انا انا ها عبد العزيز يمكن, يمكن كاتب, كاتب 15 ما شيكت والله كاتب خمس باب سنين عبد العزيز ادرى لان انا ما احفظ هو يحفظ زين 91 كم كان عمرك؟ بس لحظه ابو عبد الله انا اتصب <applause> عبد الله بس بتاكد من هالنقطه ايه <applause> اعتقد انديه الخليج في 89 مو ب 91 لا يبا 89 جاب اسيا امام الرشيد هو جاب اسيا بعد قبل 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 جاب الجول لا عاد لا 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 نبيل أحنا انت بتدخل مع مع رافي عبد العزيز تدخل مع رافي مخك كمبيوتر راحت عليه راحت عليه انت شت عبد العزيز لا لا لا, لا 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 اله الا الله محمد بس انا اقول <applause> لك ما تقدر <applause> عبد العزيز يعني يعني ارشيف آه كم هاي ما شاء وشو والنعم والله رام 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 16 <applause> ولا 32 ما شاء الله والنعم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ترى العين ما تي من الا من القريب لا 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 ابو سعود ترى هو صار له فتره ما يرقد عدل زين ايه بمناسبه ايه 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 مرور خله عشان في الليل يتصل فيني مرور عامين مناسبة مرور عامين على تنظيم كأس العالم 2022 الفيفا اسند المهمه لقطر على اساس انها هي تنظم كاس القارات كاس القارات وبحضور ريال مدريد الاسباني يا صحيح سلام يا سلام شوف البطولات الكبيره من من ينظم كاس العالم ويبهر العالم اكيد تسند البطولات الكبيره مثل هذه الشيء الحلو جدا في هالبطولات هذه لان اللى 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 يعني جميع الانديه راح تلعب مباريات العين الحين بيلعب ها؟ فاز على اوكلاند العين فاز على اوكلاند ايه؟ آه بيلعبها so... على الاهلي المصري بس حلو النهائي راح يكون الريال ينطر من اللي يوصل للنهائي ويلعب وياه أبط... بطل يمكن أه... الاهلي الاهلي؟ لو تصير مباراه الاهلي والريال النهائي صراحه لا مباراه كبيره والله ولا في جائز ابو محمد لان لا لا. الاهلي ترى يعني عنده اعتقد ثلاثه واربع برونزيات عنده في البطوله هذه يعني فريق ممكن, ممكن يعني ممكن ممكن أه. يعني بس طبعا يعني الدوحه راح تستضيف ثلاث مباريات في بطوله كاس الغرات المباراه الثالثه اللي هي ديربي الامريكيتين انزين في واحد في 11 ديسمبر واللي هو الفائز بلقب كاس ليبرتادس لموسم 24 و الفائز بدوري ابطال امريكا الشماليه زين في تاريخ 14 ديسمبر راح تستضيف الفائز من هذه المباراه و اللي بيفوز بين الاهلي والعين, والعين يلعب مع الاهلي المصري والعين الاماراتي راح يلعب مع ها فهد يلعب مع الـ 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 مع, مع ديربي اللي فايز الأمريكية من الأمريكي. يعني. زين المباراه الخامسه راح تكون تاريخ 18 ديسمبر النهاية. وهو آه يصادف اليوم الوطني لبلادنا آه قطر بس في آه في نقطه راشد راح يكون طرفها ريال مدريد ريال مدريد شوف آه. آه هو يعني مو بعداله ان ريال مدريد يكون في النهائي يلعب مباشره آه في النهائي لكن واضح ان الاتحاد الدولي يحاول انه يعني طيب خاطر ريال مدريد انه يشارك في هذه المباراه لأنه كان في اعتراض كبير من الانديه الاوروبيه وحتى من لاعبين ريال مدريد على كثره مشاركات وبطولات الانديه اللي تنظمها الفيفا يمكن ميزه هالبطوله انها تعطي فرصه او لبعض الجماهير الانديه ان تشاهد فرقها وهي تلعب على ارضها يعني شفنا العين لعب مع اوكلاند في العين، الاهلي المصري راح يواجه العين في القاهره، فهذه فرصه وفيها نوع من تكافؤ الفرص لان السنه الجايه مونديال الانديه راح يكون 32 فريق بطوله مجمعه في مكان واحد، لكن وجود ريال مدريد شوف هو ما هي ما فيها عداله لكن تعطي يعني زخم اعلامي كبير جدا في النهائي اذا ريال مدريد ما يكون في النهاية؟ لا انا اقصد انت الحين كل الفرق هذه هو النهاية في النهائي مدريد ويلعب النهائي انا اقول لك هو من, العداله لا. لان أن يكون انت لازم تكون يكون في مبدا تكافؤ فرص فما لكن اذا الوقت يعني اي لكن اذا بتجي للزخم الاعلامي والتسويقي فاكيد وجود ريال مدريد يعني بحد ذاته شيء يعني مبهر صراحه نعم ووجوده في ستادس انا ليش قلت حق محمد يعني تتوقع تخيل الاهلي المصري وريال مدريد وشوف انت الجاليه المصريه ومشجعي ريال الاهلي المصري في الدوحه وغير المحبين كره القدم يعني الملعب راح يمتلع عن اخره على فكره يعني تقريبا الشعب القطري بكمله شجع ريال مدريد اذا ما كانوا عشرة ولا 20 أنا مدريديه كلهم مدريديه بتزعل برشلونيين الحين المشكله انا مدريدي <تكلم> الحين بيقولون ان انا قايل لك لان فهد برشلوني انا برشلوني لا لا طبع. بس هو حاط دوبه في دوبه اليوم من اول ما ادري <applause> في الطريق تدق شارع يمين وتجي يسار <applause> <ساحش. تصفيق> <applause> <applause> طيب هذه هذه البطوله هي بطوله كأس, كاس العالم كاس الانديه المسمى الجديد الحين كاس العالم هي كانت كاس العالم الانديه ايه؟ الحين صارت صار مسمى جديد كاس الغراد صارت اي بطوله اوكي. العالم مونديال الانديه هي بطوله مختلفه بتكون بتبتدي من 2025 من نظامها الجديد اللي هي 32 فريق فريق نعم آه. طيب احنا وصلنا للختام وموعدنا معاكم ان شاء الله الاسبوع القادم وراح نشوف توقعات ابو محمد اللي زعل فيها فهد لان ابو محمد توقع اول العربي فرح فهد العمادي وبعدين قلب بس انا ما ادري ليش قلب ما ادري يعني يعني. قال لي انت متاكد العربي يعني انت تراجع شوك يعني <applause> والله فاجأني تبي الصراحه يعني قال العربي انا يعني استانست كنت اول مره سداوي يوقف مع العربي شكرا لك ابو محمد شكرا لك فهد العمادي شكرا ايضا كابتن النبي الانور ايضا اشكركم مشاهدينا وان شاء الله موعدنا معاكم مثل ما قلنا الاسبوع القادم وكالعاده يوم الاثنين الساعه 10 مساء بتوقيت الدوحه والحديث دائما وابدا عن انديتنا وعن دورينا وعن فرغنا المشاركه في بطوله دوري ابطال اسيا الى ذلك الحين لكم تحياتي وتحيات فريق العمل امان الله